بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي باذن الله كالعاده لمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر او بره مصر. بره مصر انتهت دوره العاب البحر المتوسط وكانت النهايه من الممكن ان تكون اكثر ابتهاجا بالنسبه لنا. منتخب اليد اللي كالعاده بيعرف يجمع الناس في كل الاوقات كان قريبا جدا من الذهبيه، ولكن للاسف كالعادة في الثواني الأخيرة بنفقد التقدم فحصدنا الفضية. برافو يا أبطال، مش أنتوا بس بل كل أبطالنا، مش بس اللي حصدوا الذهبيات أو الفضيات أو البرونزيات، بل كل بطل شارك وهو بيحمل اسم مصر وهو يرغب في التتويج سواء لمجد شخصي أو لمجد باسم علم مصر. عائدون بإذن الله غدا إلى القاهرة ويستقبلهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكل الشكر لكم لمجهوداتكم وكل التحية والشكر والامتنان لرجالنا وأشقائنا وإخواتنا وأخواتنا في الجزائر على الدعم، لأن كل أبطالنا كانوا بيشاركون وكأنهم بيلعبوا هنا في مصر في القاهرة. على أي حال، بعيدا عن دورة ألعاب البحر المتوسط، مفاجآت كأس مصر كالعادة مستمرة، والحديث هنا عن منتخب السويس اللي كما أقصى فيوتشر في الدور الماضي أقصى اليوم في دور الـ16 فريق طلائع الجيش، بل وأوقف مسيرة من عدم الخسارة لفريق الكابتن طارق العشري. ده في الوقت اللي بيراميدز مرة إلى الدور المقبل من خلال سيراميكا كليوباترا بفوز مقابل هدف انتصار بنتيجة 2. ده في الوقت اللي نتيجة خسارة الأهلي أمام الجونة بالأمس ما زالت تبعاتها مستمرة. كان اليوم النهاردة راحة لكن القرارات كثيرة، أبرزها تجميد مستحقات اللاعبين. أما الزمالك فبعد تعثر الأهلي في الجولة الأخيرة الآن رسائل كثيرة من فيريرا: لا تنظروا إلى المنافس ودعونا نركز على استمرار التنافس وصدارة المسابقة. تفاصيل كثيرة جدا في الماتش بعد ثوان قليلة، فيلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. النهاردة في بطولة كأس مصر في النسخة الحالية دور الـ16 منها انطلقت مباراتين، وفاز فيها منتخب السويس على فريق طلائع الجيش بهدف دون مقابل من ضرب الجزاء، وكانت النتيجة الثانية زي ما قدام حضراتكم على الشاشة بفوز فريق بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1. منتخب السويس تأهل أمام طلائع الجيش بعد ما كان أقصى فيوتشر في الجولة الماضية أو في الدور الماضي، وهذا الانتصار بيخلي فريق منتخب السويس بيقترب من يعني معادلات أو معادلة لإحدى مفاجآت البطولات اللي دايما بتحصل، بطولة كأس مصر وهدف كان من ضربة جزاء. على الجانب الآخر كانت مباراة سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز قد انتهت بالتعادل من شوية بنتيجة 2-1. كان التقدم لبيراميدز في الشوط الأول عن طريق فخر الدين بن يوسف، وزاد الغلة بهدف لإسلام عيسى قبل أن يسجل حمزة مجدي هدفا لسيراميكا كليوباترا أعاده للمباراة، لكن لم يحصد له أي شيء في النهاية فتأهل بيراميدز إلى الدور المقبل. بيراميدز بهذا الفوز بيعدي لمواجهة إما إنبي وإما البنك الأهلي، كلاهما يلتقيان في نفس الدور والفائز يلتقي مع بيراميدز. دي الأهداف اللي سجلت النهاردة: هجمة مرتدة سريعة خاطفة، تمريرات وتحركات، والحقيقة أنه بيراميدز النهاردة ظهر بشكل جيد على مستوى التفاهم ما بين اللاعبين. الهجمة دي في ثلاث نقلات راحت لأحمد توفيق ناحية اليمين لينجح في الانقضاض عليها فخر الدين بن يوسف مسجلا الهدف الاول. الشوط الثاني ورغم محاولات كتيبه الكابتن احمد سامي لادراك التعادل، كره طائشه رمضان صبحي بيمهدها لاسلام عيسى غير المتسلل ليسجل الهدف الثاني لفريق بيراميدز. طالب فيها لاعبو سيراميكا كليوباترا بتسلل ابرزهم عامر البديل، ولكن الفار قال للحكم قرارك انت ومساعدك صحيح، والتقدم لبيراميدز 2-1 على سيراميكا كليوباترا. لم تستمر المباراة أكثر من دقيقة لينجح فريق سيراميكا كليوباترا في استغلال خطأ دفاعي ممكن تقول عليه معتاد هنا من الناحية دي، ليستغلها شادي حسين بمهارة، مهارة كبيرة قوي، مراوغة تعطلت الكرة تحت رجليه، أحمد الشناوي ضغط، حمزة مجدي كان كبديل قاعد مستني مرر له الكرة فنجح في تسجيل هدف، لكن محاولات سيراميكا كليوباترا للعوده لم تاتي بنتيجه نهائيه. مبروك لبيراميدز، هارد لك لسيراميكا كليوباترا، دايما مباريات الاثنين دول بتكون قويه وممتعه، ولكن مبروك لبيراميدز وهارد لك لسيراميكا كليوباترا.
بيراميدز النهارده على مستوى التشكيل كما ذكرنا هنا بالامس في برنامج الماتش لم يشارك عبد الله السعيد كاساسي، ولكن اشترك فقط في الشوط الثاني من المباراه واكمل تقريبا ثلث ساعه من زمن اللقاء. تشكيله الفريقين كانت كالتالي. على مستوى بيراميدز بدأ بأحمد الشناوي للمباراة الثانية على التوالي، الحقيقة أنه ما شاء الله يعني عائب من الإصابة بمستوى رائع، ربنا يحميك يا أحمد من الإصابات. علي جبر وأحمد سامي في قلب الدفاع، أحمد توفيق ناحية اليمين وحسين السيد ناحية الشمال، ولسوء حظه كالعادة تعرض لإصابة سلامتك يا حسين، ونزل مكانه محمد حمدي. وليد الكارتي أفضل لاعبي الفريق في الشوط الأول بل وفي منتصف الشوط الثاني كده قبل ما يخرج أو يعني لحد الشوط الثاني، وبلاتي توريه ومحمد صادق في نص الملعب، فخر الدين بن يوسف، فخري لاكاي، ورمضان صبحي. دايما بنتكلم على اين رمضان صبحي، فلما يلعب رمضان صبحي ماتش كويس لازم نشير الى ده، لانه عوده رمضان صبحي للمستويات الجيده هي لمصلحه الكره المصريه بكل تاكيد، باعتباره لاعبا من قوام المنتخب. قدم مباراه كبيره قوي النهارده رمضان على مستوى الضغط وعلى مستوى الهجومي على مستوى التعاون مع زملائه بل وعلى المستوى الدفاعي ايضا. على الجانب الآخر فالكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بدأ المباراة بالتشكيلة اللي قدامنا. حراسة المرمى محمد كوكو، ألف سلامة عليك يا كوكو، قلقتنا شويتين لكن إن شاء الله تكون زي الفل. نزل مكانه عامر عامر، نقل على نقالة إلى خارج الملعب. سيف إتقى ومحمود البدري في قلبين الدفاع، وطرد البدري في نهاية المباراة مع اعتراضات قوية منه من الكابتن أحمد سامي بسبب إنه لم أو رأى أنه لم يتعمد أنه يحط إيديه في وش إسلام عيسى اللي كان جاي من وراه، فحصد بطاقة صفراء ثانية طرد على إثرها. مصعب البطاط ناحية اليمين وأحمد محسن ناحية الشمال نص ملعب، محمود نبيل، محمد توني، صالح جمعة، محمد إبراهيم، إيفانز من سا. صالح جمعة أهدر فرصة خطيرة في الشوط الأول لكن خرج مستبدلا بسبب تراجع المردود الفني فيما تبقى منها، وشادي حسين بدأ أساسيا واكملها للنهايه. هارد لك لكتيبه سيراميكا كليوباترا. طيب ده بخصوص المباراه الثانيه، لكن كل التحيه لمنتخب السويس الحقيقه، لان النهارده حتى الاداء اللي هو اولا في تماسك واضح قدام فريق عامل مسيره ممتازه في الدوري الممتاز، والحقيقه انه فريق بقياده الكابتن ياسر الكناني اسطوره من اساطير المنصوره. من المفارقات انه كان في الدور اللي فات دور ال 32 بيقود المنصوره وخسر امام المصري بهدفين. أقيل تولى تدريب منتخب السويس، فدائما الحياة بتمنحك فرصا، فتأهل من خلال منتخب السويس إلى الدور المقبل دور الثمانية من البطولة. مبروك لمنتخب السويس اللي هيلتقي الآن مع سموحة اللي كان قد تأهل عن طريق كفر الشيخ. كلنا اتكلمنا على مين المستفيد من القرعة والقصص اللي اتكلمنا عليها واعتراضات الأندية والإسماعيلي والقرعة بتخدم مصالح أندية وأندية تانية. لأ، اللي تعرف تقتنع بيه دلوقتي ان سموحه هو المستفيد الابرز، كسب كفر الشيخ والان يلاقي منتخب السويس، وان كان مفيش حاجه مضمونه طبعا لكن بتكلم على يعني الفروق اللي على الورق بكل تاكيد. بمناسبه بقى كاس مصر، الاسماعيلي يتراجع عن قرار الانسحاب. النهارده اتحاد الكره اعلن انه في جلسه تمت ما بين اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري برئاسه الاستاذ جمال علام مع المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي، وتم توضيح الأمور بحسب ما أعلن اتحاد الكرة للمهندس يحيى الكومي، وعدوه بأنه بداية من النسخة اللي جاية من الكاس مش هنعمل كده تاني، هنبقى عارفين ومعرفين الناس إيه الشروط وإيه المعايير اللي بناء عليها تسحب القرعة. كان المفروض ده يحصل من الأول لكن حصل أهو، وده كويس، ووعد المهندس يحيى الكومي بكده فتفهم الأمر وتراجع عن الانسحاب. وعين العقل، عشان هتلاقي ناس بتقولك أهو تراجع أهو مش عارف إيه، ده الصح، فإنك ترجع للصح احسن من انك تفضل مستمر في القرار الانفعالي او القرار اللي ممكن يراه البعض عناد. فده الصح، ونتمنى الا نلجا اساسا الى اي انسحابات من اي نادي، لكن ده الصح. الاسماعيلي اعتقد انه تفهم الامر وقرر الاستمرار في المسابقه ليواجه الزمالك في دور ال 32 من دور ال 16 من المسابقه. معنا على التليفون المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره الاسماعيلي. باشمهندس يحيى اهلا بيك، منورنا. اهلا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ زي الفل، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. انت طيب وسعيد عليك وعلى الاسره يا رب. امين يا رب علينا جميعا. باشمهندس يحيى، النهارده اجتماع مع اتحاد الكره وتم فيه توضيح الامور بخصوص كاس مصر، احب اعرف ايه اللي جرى في الجلسه دي؟ ابدا، هو التوضيح بنى على اساس ان طبعا ان اول مره يعني انا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها يعني
قرعة موجهة. تمام. فبالتالي ده كلام طبعا هم اتفقوا، حتى رئيس الاتحاد قال لي طبعا ده كلام صحيح، انك انت لازم تبقى الامور كلها فيها شفافيه. ونائب الرئيس اللي هو مشهور كان موجود، وكان موجود الدكتوره دينا دينا برضو، رفاعي. دينا رفاعي، وكان حتى حازم الكابتن حازم امام، والمستشار محمد المشرف. تمام. يعني كان ده جلسه مفيده، وعلى اساس ان احنا هم وعدوا ان هم هيبقى ياخدوا الكلام ده في السنه الجايه، يبقى ما فيش حاجه اسمها قرعه موجهه. تمام. اعتبارا من السنه الجايه هتبقى فيها شفافيه، وهيبقى فيها نوع من التكافؤ الفرص بين الانديه كلها. ممتاز. وبالتالي خلاص اتحلت القصة دي. وبالتالي اتحلت، يعني تمام. خلاص انا مش عايز بقى نعاند اكثر من كده، وخاصه أيوة. ان في علاقات محبه بيننا وبين الاتحاد، أيوة. وفي مصالح بيننا يعني. فبالتالي ما فيش مقلع. احنا هنستمر في يعني احنا بندرس طبعا الاستمرار في البطوله، ولكن ان شاء الله القرار يبقى اتخذ على هذا الاساس يعني ان شاء الله. تمام. طيب بخصوص المديونيات، اتحاد الكرة بيتكلم دايما قبل نهاية أي موسم عن المديونيات وكيفية تسديدها، هل استقرتوا على قصة تسويتها جدولة؟ اتكلمنا في هذا الكلام، وعدنا ان احنا ندفع جزء والباقي يتسدد. يعني هم ناس متفاهمين، والعيال كتر خيرها، عارفين ظروف النادي الاسماعيلي، فهم متفاهمين يعني ان احنا هيبقى يعني شويه على النوته وشويه ندفع شويه وربنا يستر. دفعتوا حاجة من النوتة النهاردة ولا لسه اللي جاي؟ اكيد دفعنا، مفيش حاجة من غير بلاش يعني، الكلام مش من غير بلاش. لو عايز يبقى فيه نوتة فادفع على الأقل عشان نفتح الكلام يعني. ايوه، عشان يبقى في حاجة يعني على النوتة ان شاء الله. إن شاء الله موفقين. يعني على مستوى امبارح، يعني النهارده كمان اعلنتوا عن صفقه كنا قلناها امبارح، قصه اللاعب ياو انور مهاجم في الدوري الغاني، لاعب اشانتي جولد، بالارقام بيقول انه لعيب هداف. هداف في الدوري الغاني، وجايب تقريبا 20 جول في مظبوط. الدوري و24 في البطوله في الموسم يعني. وهو لعيب كويس، وهو النهارده وقع العقود، امبارح وقع العقود في النادي، النهارده ايوه وقعنا العقد الثلاثي مع اشانتي جولد، لان هو من واخد انتقال، وفي مقابل انتقال لاشانتي جولد يعني، مقابل ان هو يتنزل عليه بنا او بيعه يعني. تمام. ممتاز. فبالتالي من الناحيه الفنيه انتم مقتنعين بيه، وحاسين ان تغيير السياسه اللي فاتت على مستوى التعاقدات اللي ما كانتش عاجبه حضرتك على مستوى الاجانب. انا متبني الموضوع بنفسي يعني، عشان كده تمام. الموضوع ده ما طلعش وما تسربش، والحمد لله لغايه لما جه مصر. يعني انت عارف في اجراءات، بعتنا التاشيره، ولازم وزاره الخارجيه تبعت التاشيره، وكل الكلام ده عملناه بهدوء وصمت وكتمان لغايه لما جه ووقع، وكل شيء تمام الحمد لله. الهدوء دايما بيجيب نتائج افضل باذن الله، وده اللي احنا مستنينه في بكتير الاسماعيلي. بكتير بكتير. بس هو الانديه الجماهيريه غصب عنها صح، الناس بتحب تتسرع وتكتب، وبعدين انت لما تبقى على مستوى الانديه تلاقي الأعضاء اللي معاك هم اللي بيستلموا المعلومات كمان مرات يعني. ربنا يعينكم. الكابتن حمزة الجمل جددتوا الثقة فيه، إيه تفاصيل ده وإيه اللي ممكن يا والله تستنوه الفترة كابتن الجاية؟ حمزة طبعًا يعني إحنا ما كانش فيه مشكلة يعني، إحنا كنا زعلانين زي أي حد زعلان على ده بطولة، إحنا كنا نسعى إن إحنا نبقى نحصل عليها الإسماعيلي يعني. طبعا زعلنا جدا، فطبعا ده بينعكس على مرات الكلام، فهو ممكن يكون قال لك اشيل الحرج عن اعضاء مجلس الاداره ياخدوا قرار مناسب، بس احنا في الاخر قلنا لا، ما كانش هو ده الهدف، الهدف ان احنا مستفيدين بيه طبعا، احنا عايزينك، وتم الامور مشيت بهدوء والحمد لله. الكابتن ايهاب جلال تواصلكم معاه كان عامل ازاي؟ وهل يعني كان الكلام، لان هو طبعا ابن من ابناء النادي وكان ليه تجربه، التواصل تم ازاي او ايه اللي حصل فيه يا باشمهندس يحيى؟ لا ما فيش تواصل مباشر معاه خالص، لان هو موجود وهو زعلان يعني على اللي حصل بحسب معلوماتي يعني في جدل، ولكن كل الكلام للاسف كان مع وكيل اعماله اللي هو كابتن تامر النحاس. ايوه. كان المعلومات بالرب بتبقى فيها مبالغه شويه، وكان طالب مبالغ كبيره شويه، ف يعني 10 مليون؟ 10 مليون. ايوه هو زعلان تامر، انما طب ما ده اللي قال لي قولي بعمل ايه؟ قال لي 5 دلوقتي و5 لما ياخد يبقى في البطوله. طيب هو بقى تامر بقى يتحمل المسؤوليه الكلام ده. ان شاء الله موفقين. لان ممكن ايهاب جلال انا متاكد مش هيقول الكلام ده، متاكد يعني.
تمام خلاص، على اي حال الكابتن حمزه الجمل مكمل، وان شاء الله الاسماعيلي كمان نشوف نتائج ايجابيه فيما تبقى من الموسم. كل التوفيق ليكم باشمهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي النادي الكبير العريق. اتحاد الكره النهارده كان فيه العديد من القرارات اللي كنا مستنيينها او متوقعين بعضها، وبعضها الاخر اعلنه اتحاد الكره بنفسه، مثلا انه الانديه المشاركه في الكره المصريه على الصعيد الافريقي في النسخه المقبله رسميا تم الاعلان عنهم، ليشارك الاهلي والزمالك على مستوى دوري ابطال افريقيا، ويشارك بيراميدز وفيوتشر على مستوى الكونفدراليه. كان الاتحاد اعلن من قبل ان يوم 6 يوليو سيعلن، وده كان انتظارا لنتيجه مباراه الاهلي مع الجونه امبارح، علشان يكون ماتشات الدور الاول كله انتهت وبناء عليها ترسل اسماء الانديه. وقد كان في تفاصيل اخرى الى جانب ده هنتكلم فيها مع الزميل والصديق العزيز عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري الاعلامي الدكتور ايهاب الكومي. دكتور ايهاب اهلا بيك منورنا. مساء الخير يعني، كل سنه وانت طيب. طبعا زميلي العزيز والاعلام القدير دايما، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. امين يا رب، ربنا يتقبل منا جميعا، وان شاء الله السنه الجايه بنأدي مناسك الحج باذن الله. يا رب تسوي. طيب ان شاء الله النهارده كيف كان اليوم بشكل عام داخل اتحاد الكره المصري على مستوى الاجتماعات والقرارات لو تحب تقول لنا دكتور؟ لا، هو كالعاده زي ما انت عارف بيبقى بصفه دوريه متواجدين داخل اروقه الاتحاد، لو في اي شيء طارئ بنتعامل معاه. اليوم يعني كان يوم الايام العاديه البسيطه جدا، زي ما انت قلت من شويه اعلنا خلاص الانديه اللي هتشارك في الدوريات الافريقيه سواء رابطه الابطال او الكونفدراليه بعد ما انتهت مباريات الدور الاول بالتساوي بعد مباراه الاهلي والجونه زي ما حضرتك قلت من شويه. طبعا كان متواجد ايضا السيد يحيى الكومي زي ما كان معاك كده الان، تواجد النهارده في الاتحاد. طبعا الاسماعيلي من الانديه العريقه، الانديه الجماهيريه اللي لها معزه كبيره جدا عندنا وداخل الاتحاد وخارج الاتحاد، لانه طبعا واحد من الانديه الشعبيه الكبيره اللي طالما اثرت في كره القدم في مصر. اللقاء كان مثمر للغايه، للاسف انا كنت تواجدت بعد ما مشي السيد يحيى الكومي، لكن يعني قالوا لي ان اللقاء كان مثمر للغايه. اتكلم في امور كثيره جدا ما يخص طبعا مباريات كاس مصر، وشفنا الاعلان الاسماعيلي من الانسحاب. لا يعني طبعا الاسماعيلي كيان كبير جدا، ووجوده ومشاركته في الكاس من الامور المهمه جدا للغايه لاسراء مسابقه كاس مصر، وبالتالي يعني كانت استجابه السيد يحيى الكومي مباشره. واتكلمنا هو كان عتابه على ان طبعا القرعه الموجهه، طبعا بينا له الامر ان ده مش من اول مره بيحصل، ده على طول ده اللي موجود مباشره طول السنين الماضيه اللي بيحصل في تصنيف حسب مثلا الاول في الدوري والثاني في الدوري حسب مراكز الدوري، وبالذات ان الاسماعيلي في موسم من المواسم كان هو على راس مجموعه والاهلي على راس مجموعه، وبالتالي الراجل تقبل الامر تماما وقال بس ان احنا نعلن ده قبل بدايه مسابقه الكاس. ويعني اللقاء كان ودي للغايه وفي تفاهم سواء كان من مجلس اداره الاتحاد او مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه السيد يحيى الكومي. والامور خلاص والراجل مشارك في مسابقه الكاس، تمام، مش حاجه حصلت خالص. وان شاء الله طبعا الاسماعيلي نتمنى له ان شاء الله باذن الله التواجد المستمر في المسابقات المختلفه، لان زي ما قلت لك واحد من الانديه الجماهيريه الكبرى اللي دايما بنسعى بوجودها دايما معانا في اي محفل من المحافل اللي احنا بننظمها اتحاد الكره المصري. تمام، بالعوده للنقطه الاولانيه، ارسال الاسماء للانديه الاربعه طبقا لنتائج الدور الاول، ده لاي لائحه تم الاستناد عليه عشان للتوضيح عشان الناس بتتساءل من وقت للتاني؟ طيب مش عمليه اي لائحه، طبعا الاتحاد الافريقي زي ما انت عارف احنا الدوري لسه ما انتهاش، وبالتالي لو الدوري كان انتهى في قبل ما الاتحاد الافريقي بيحدد الموعد اللي احنا النهائي اللي بنرصد فيه الانديه اللي بتشارك كان الامر بسيط جدا، لكن الاتحاد الافريقي من فتره اعلن ان احنا في 30/6 لازم نودي الانديه المشاركه، وبعد كده قال 30/7. فاحنا طبعا كنا قايلين بانتهاء الدور الاول هتكون كل الانديه تساوت في عدد المباريات اللي اتلعبت. انا لو جيت دلوقتي وقلت مثلا مع نهايه المده المقرره اللي هو نهايه الشهر الجاري، ايوه، هيبقى مثلا في ظلم باين، في مثلا نادي من الانديه اللي بتنافس فوق يكون لاعب مثلا واحد من انديه القمه ونادي ثاني لاعب واحد من انديه اللي بتصارع الهبوط، وبالتالي مش هيبقى في توازن ما بين عدد المباريات اللي اتلعبت، وانت كده بالدور الاول قابلت كل الانديه، يعني كله قابل بعض، وبالتالي اصبحت يعني عدد المباريات من حيث القوه ومن حيث الضعف كلها واحده، وبالتالي استندنا على كده ما كانش في اي اعتراض من اي نادي من الانديه، ويتم ارسال الانديه بالاتفاق بين الجميع. طيب الزمالك حضر النهارده ممثلا عنه المشرف على فريق الكره امير مرتضى منصور لتسويه او للاتفاق مع اتحاد الكره على جدوله المستحقات المتاخره اللي هي بتبلغ 78 مليون جنيه. ايه تفاصيل الجلسه وازاي تم تسويه الامر؟
يعني خليني برضو اتكلم في الموضوع ده لان الناس اديته اكبر من حجمه. احنا لما جينا مش الزمالك لوحده اللي مدين الاتحاد الكره المصري طبعا، او مش مدين يعني حاجه تعيبه، لا بيبقى في مثلا امور في القيد، اللاعبين ما سددوش بعض المستحقات، يبقى عندنا مثلا ايقافات، حاجات من دي، غرامات، فبالتالي في تراكمات من المواسم السابقه مش للزمالك فقط بل لكل الانديه. طبعا الزمالك زي ما انت عارف يعني موقوف في فترتين القيد السابقتين، وبالتالي احنا جينا في فتره القيد الشتويه قلنا ما فيش اي نادي من الانديه عليه مستحقات الاتحاد الكوره الا لما يجي ويعمل جدول المستحقات، وبالتالي يقدر هو ايد اللاعبين خلال فتره القيد الشتويه. فالزمالك ما كانش موجود. أيوة. الاهلي بصراحه اول من بادر جه السيد العامري فاروق مره واثنين، عمل مقصه، شاف ايه اللي له في الاتحاد المصري وايه اللي عليه في الاتحاد المصري، والباقي دفع جزء طبعا وعمل جدوله للباقي. والاهلي ده امتى الاهلي عمل جدوله لباقي مستحقات الاتحاد؟ ده من شهر يناير، من فتره القيد الشتويه. وانا بقول يعني بحييهم، كانوا من اول الناس اللي بدروا عملوا كده. المصري بورسعيدي بنفس الشيء، اسوان كان في القسم الثاني وعمل كده. كل الانديه سواء كان في الدوري الممتاز او في القسم الثاني. الزمالك الاهلي عليه ديون، عليه فلوس برضه للاتحاد. كل الانديه بلا استثناء كان عليها فلوس. انا ما بقولكش ان هم فلوس، يعني انا عاوز اقول اللي هي مستحقات للاتحاد. انا معاك، الاتحاد زي ما بيقولوا هو البيت الكبير او بيت العيله لكل الانديه المصريه. مش عيب ان انا اكون انا ما جتش خدت فلوس لنفسي، لا انا مثلا زي ما قلت لك تعاقدات اللاعبين، ما ايقافات، غرامات مستحقه على الانديه، ده الامور اللي بتبقى متعلقه. وبالتالي في انديه لها فلوس في الاتحاد، يعني عاوز اقول لك المنصوره في القسم الثاني كان الاتحاد هو اللي مدين ليه المنصوره. انا عايز اعرف ايه الحاله دي اللي فيها النادي هو اللي عايز فلوس من الاتحاد، احب اسمعها دي بتاعت المنصوره. لا انا بس الصوت يعني معلش، المنصوره ليه فلوس عند الاتحاد مش عليه فلوس؟ خليه فلوس مش عليه فلوس. دي حلوه قوي دي، يعني يا ريت كلنا نبقى زي المنصوره. ده حصلت احنا ازاي؟ عملنا ايه عملنا؟ استاذ جمال علام جاب الاداره الماليه قال لها شوفي لي كل الانديه اللي موجوده سواء كان في القسم الثالث الثاني الدوري الممتاز، شوفي لي كل نادي ايه اللي له عند الاتحاد وايه اللي عليه للاتحاد عشان بعد كده نعمل جدوله او نعمل مقصة نشوف لك ثلاث قروش، عليك اربع قروش، يبقى عليك قرش، نبتدي نعمل القرش ده هتدفعه ازاي، هتدفع نص عليه جدوله الباقي لكل الانديه بلا استثناء. وبالتالي الزمالك هو الاخر قلعه من القلاع الرياضيه الكبيره اللي محدش يقدر ينكر دورها اطلاقا. احنا دايما بنتكلم عن الاهلي، بنتكلم عن الزمالك، اكبر الانديه الجماهيريه في الوطن العربي وليس في مصر فقط. وبالتالي الزمالك هو كمان عشان الرخص اللي بتعطى الان لازم ما يكونش عليك مستحقات او عليك فلوس للاتحاد المصري لكره القدم. زمالك بادر بصراحه، كان في اكثر من اتصال ما بين القائمين على الاتحاد المصري لكره القدم، منهم الست اللي هو حلمي مشهور، وما بين الست المستشار مرتضى منصور، ما بين امير مرتضى منصور واحمد، واللي انا بشكرهم شكرا جزيلا ان اثنين من المتعاونين جدا جدا ومن اسباب يعني النجاحات اللي موجود في نادي الزمالك بكل صراحه. الزمالك دفع جزء من اللي عليه لدى الاتحاد المصري لكره القدم وجدول الباقي زيه زي كل الانديه. وبالتالي كم دفع الزمالك من ال 78 مليون يا دكتور؟ لا يعني انا ما اقدرش اقول الرقم كام، زي ما قلت لك الزمالك له فلوس عند الاتحاد، عليه فلوس على الاتحاد، فالمقصه كام بالظبط ما اقدرش اقول لك الرقم. لكن اصل ده سؤال مش فضول قد ما عشان انا قريت عده ارقام، يعني اتقال 5 مليون، زميل قال 25 مليون، فهي بس مجرد ان في الاخر هي الجدوله امر طبيعي، فالرقم ممكن يزيل اللغط. يعني حاجه ان احنا بنعمل بلبله بدون اي داعي، يعني بعض الناس بتجتهد، انا معاك اجتهد كما تشاء، لكن لما احط رقم يكون الرقم صحيح، ما احطوش تصوري واسيب الناس هي اللي تقعد تتكلم. الرقم الصحيح ايه بقى؟ نعم الرقم الصحيح ايه؟ والله انا اقسم لك بالله انا ما اعرف الرقم الصحيح، لان انا زي ما انت قلت يعني انا الزمالك عليه فلوس. الزمالك جه جدول دفع جزء كبير من المستحقات بتاعته، عمل جدوله لباقي المبلغ المستحق عليه زيه زي ما بقول لك زي كل الانديه اللي موجوده في مصر مش الزمالك فقط. وبالتالي اصبح موقف الزمالك زي كل الانديه اللي عامله جدوله لدونها لدى الاتحاد المصري لكره القدم، ومن حقه الرخصه زيه زي الاهلي، زي فيوتشر، زي بيراميدز، زي المصري بورسعيدي، زي كل الانديه المشاركه في الدوري الممتاز او في القسم الثاني. طيب ده ما يتعلق بموضوع الزمالك. واضحه، شايفين في قصه وفي قضايا ما بين النادي الاهلي وما بين عبد الله السعيد لاعب الاهلي السابق لاعب بيراميدز الحالي. هل كاتحاد كرة وصل لكم أي خطابات سواء من الفيفا، من المحكمة الرياضية، لتنفيذ أي قرار أو للرد على أي قصة من القصص دي؟ لا يعني أنا كنت سائل المستشار محمد المشار، المستشار القانوني للاتحاد المصري النهارده، قال لي لا لسه ما فيش أي حاجة وصلت، وفي حالة وصول أي شيء هنخبر طبعا النادي الأهلي، هنخبر اللاعب لو كان في إخطار لهم، وأي مستندات محتاجينها الاتحاد الدولي هنخطب بها الأندية وهنوصلها للاتحاد الدولي مباشرة على طول. ممتاز، طيب أخيرا ممكن يكون
يعني زحمة الأحداث بتنسي الناس الحدث الأهم، وهو اختيار المدير الفني لمنتخب مصر، لأن ما بين يوم والتاني بيتقال خلال 48 ساعة، خلال 72 ساعة، الأسبوع المقبل، لكن لا جديد. فإيه الجديد المتاح حاليا يا دكتور؟ يعني الجديد لو انت يعني التليفون انا جالي على الرقم تاني مكالمه من كابتن محمد بركات دلوقتي ما قدرتش ارد عليه. اللي انا عاوز اقول لك ان كان في جلسه منذ يعني حوالي الساعه 9 بعد ما قعدنا في الاتحاد النهارده ما بين كابتن محمد بركات كابتن حازم امام وانضم لهم استاذ خالد الدرندلي، عشان استاذ خالد الدرندلي زي ما انت عارف مختص بالامور الماليه كمان جدا في الاتحاد المصري لكره القدم ومع الشركه الراعيه. فالنهارده كان في الكابتن حازم كان موجود ظهر اليوم في الاتحاد عرض ما توصل اليه، والنهارده قلنا في قعده هتجمع الكابتن حازم وكابتن بركات والاستاذ خالد الدرندلي عشان نشوف المدير الفني ده مثلا متطلباته قد ايه، والمدير الفني ده متطلباته قد ايه، وايه اللي نقدر نتعامل معاه. وانا اعتقادي ان هم خلال الجلسه اللي عقدت وانتهت منذ قليل انتهوا الى شيء مهم جدا، وهو اعتقادي يعني ان المدير الفني هيعلن خلال ساعات ان شاء الله. طيب حلو، يبقى احنا نقفل وحضرتك ترجع تكلم كابتن بركات ونرجع احنا نكلمك بعدها. تحت امرك يا تحت امرك. ده برضه مرتبط بيه قرار المدير الفني للاتحاد والمدير الفني للمنتخب الاولمبي، ولا جلسه النهارده عن المنتخب الاول فقط؟ المنتخب الاولمبي برضه هيبقى مباشره بعد ده على طول، لكن المدير الفني للاتحاد خليني اقول لك ان احنا شبه اتفقنا عليه في الجلسه السابقه، لكن هو مش هيشتغل لوحده، هيشتغل برضه احنا بيتم الاتصال معاه بنعرض عليه بعض الاسماء من الشخصيات الرياضيه المصريه المهمه اللي تقدر برضه تساعد، ان احنا زي ما قلت لك قبل كده الراجل مش هيجي يشتغل لوحده، الراجل لازم يكون برضه معاه اصحاب خبره، ناس اكاديميين، ناس على مستوى عالي من الخبره في مصر، يقدر في قطاعات الناشئين يكون معاه في التطوير، يقدر في قطاعات المدربين يكون موجود معاه في التطوير، في المنتخبات يكون موجود معاه في التطوير. فده كله يعني شبه اتفقنا على الراجل. كابتن حازم على طول بيعرض عليه بعض الشخصيات المصريه، بيبعت له السيره الذاتيه بتاعتهم برضه عشان لما يجي ويعلن يكون تم اختيار الجهاز المعاون اللي هيكون موجود معاه عشان نعلن الجميع مره واحده ان شاء الله. باذن الله موفقين ونسمع اخبار حلوه، وان شاء الله اللي جاي افضل كتير. بشكرك جدا دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري والاعلامي الكبير. تمنحك الكرة دائما الفرصة لأن تسترد الاعتبار، أو أنك لو زعلت النهاردة نفس الكرة اللي زعلتك في نفس المسابقة هتفرحك. الكابتن ياسر الكناني نجم الكرة المصرية والمنصورة هو أبرز ما ممكن أن يحكي لنا عند خسر من المصري وهو يقود المنصورة، ثم واجه طلائع الجيش وهو يقود منتخب السويس ففاز ومر إلى دور الثمانية. كابتن ياسر أهلا بيك منورنا. اهلا بيك وسهاني، خالص التحيه ليك ولكل مشاهديك الكرام، وسعيد ان انا اكون متواجد معاك عبر قناه صدى البلد. احنا اسعد، كل سنه وحضرتك بالف خير ومليون مبروك التاهل لربع نهائي كاس مصر. يعني طبعا في البدايه بنهني الشعب المصري كله بعيد الاضحى المبارك، ونقول عيد سعيد كده، ربنا يكرمنا عليا كل المصريين، ويكون عيد مبارك علينا كلنا بكل الطوائف كده باذن الله متجمعين في حب مصر ان شاء الله. امين. الحاجه الثانيه يعني زي ما انت قلت، تملي باستمرار اي موقف يقابلك واي عثره تقابلك واي مطب يقابلك لازم تاخد منه قوه، ويمنحك قوه ان انت بتكمل مسيرتك وبتكمل خطوتك، ويزيدنا اصرار ويزيدنا عزيمه. أيوة. بالامس مباراه المصري والمنصوره الحمد لله يعني قدمنا مباراه برضو كويسه، مباراه فنيه كويسه، كان التوفيق مش حالفنا. كان ليا الشرف وبشكر مجلس اداره السويس ان هم اختاروني ان انا اكون موجود في منظومه كره القدم في نادي السويس، وده نادي عريق، واكون واحد من افراد المنظومه. يعني النهارده كانت مباراه مهمه جدا جدا في دور ال 16 مع نادي طلائع الجيش. الحمد لله نادي السويس نادي عريق، نادي كبير، اشتغلنا كلنا، ما فيش واحد بينجح لوحده طبعا يا كابتن هاني، وانت عارف ان كره القدم منظومه طبعا. الجماعيه هي اساس النجاح. انتهى عصر الفرد ده، او ما عادش واحد لوحده النجم الاوحد. كلنا كمنظومه اشتغلنا رحنا، فعشان ندي كل واحد حقه برضه، انا رحت في دور ال 16 لازم اهدي فوز للكابتن نبيل المدير الفني اللي قبلي، لان هو صعد مع كسب فيوتشر قبل كده، صح، فبهدي له المكسب. الحاجه الثانيه انا برضه رحت على جهاز فني محترم بقياده الكابتن اينو وكابتن حسام حسن وكابتن محمود فتحي، وكان معايا في نفس الوقت اللي احنا جينا فيه كابتن مصطفى هنداوي، ده قامه كبيره جدا جدا كمدير كوره وليه باع كبير في نادي بتروجيت. جينا الحمد لله رب العالمين اشتغلنا كلنا كمنظومه، انت عارف ان الفتره القليله انت مش هتقدر تشتغل فني، كنا بنشتغل على العامل النفسي. ايوه، زي ما في اعداد فني، زي ما اعداد في فني واعداد بدني،
كلنا لازم ما نغفلش الجانب النفسي طبعا. لان الجانب النفسي ازاي انت تقنع لاعبي القسم الثاني ان هو لا يقل اهميه عن لعيبه الدوري الممتاز صح. وان هو يدخل وهو نفسيا مش خسران او هو نفسيا عنده ثقه في نفسه وفي زمايله وفي جهازه. ده كانت النقطه اللي بنشتغل هل عليها. هل من ضمن الناحيه النفسيه دي العناوين كلها بقى لنا اسبوعين ثلاثه بتتكلم ان طلائع الجيش لا يجد من يهزمه 16 مباراة متتالية بدون خسارة، هل ده كان محور حديثك كابتن ياسر مع لعيبتك؟ ازاي اتناقشت في النقطة دي لو حصل؟ يعني طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا ان طلائع بقاله فترة كبيرة ما بيخسرش وان هو مباريات كتيرة، فكنا بنحلم كلنا مع بعض وبنتكلم وبنقول تخيل ان انت تلحق بيه هزيمة من المدة دي كلها الله. الناس كلها هتتكلم عليك والناس كلها هتجبرهم على احترامك. ثاني حاجة احنا اشتغلنا على ان الدافع لعيبة القسم الثاني فرصة ان هم يسوقوا نفسهم في بطولة المفاجآت، بطولة ملهاش مقياس الا بطولة الكاس صح. فرصة يظهروا للناس. صدقني يا كابتن هاني تحت في مناجم دهب انما يعني احنا غصب عننا بنسلط الضوء على لعيبه الدوري الممتاز. فانا بقول لهم حاول ان انت تظهر وتسوق نفسك وتظهر بمظهر يليق بيك وتقدر تنقل نفسك وتنقل اسرتك لمستوى، بس بشرط ابعد عن الفرديه لان الاستديوهات والناس هتتكلم عن الفريق الفايز، الفريق ذات الاداء الفني المتميز، مش هتتكلم صح. عن الفريق الخسران. فاشتغلنا على النقطه دي. تاني حاجه احنا عندنا حاجه كبيره جدا جدا بتدفعنا للامام اللي هو الانديه الشعبيه. ان كان انديه المؤسسات غنيه بفلوسها فالانديه الشعبيه غنيه بجماهيرها. مظبوط. كنا وحشنا منتخب السويس عموما، فمبسوطين ان احنا بنشوفه في الكاس اي نعم على فترات، لكن ان هو كمان يكسب وهيدينا فرصه نشوفه تاني وده هيديله دفعه في الدوري. النادي والفريق ده نفسه وحشنا زي الانديه الجماهيريه اللي غايبه عننا. يعني طبعا وجود انديه المؤسسات والشركات طبعا ادت للدوري قوه فنيه وادت للدوري رونق، انما ما زلنا كلنا يعني بنقول المنصوره، بنقول الفرق السويس، الفرق العريقه، لان هو دوري جماهيري. فاحنا كنا بنشتغل على العامل ده ان جمهور السويس جمهور كل حياته الكوره، بيتنفس كوره، نفسه يعني احنا لما بنكسب احنا بنتقاضى اجر واللعيبه بتتقاضى اجر، انما هم فرحتهم ويروح كل واحد رايح بيته فرحان ده هو الاجر بتاعه. فكنا صح. بنشتغل على ان الجمهور احنا نحاول نفرحه ونحاول نشتغل. الناحيه الفنيه الناحيه النفسيه انتهت وخلاص، بس الناحيه النفسيه مهمه، بس برضو في نواحي فنيه. نواحي فنيه انك انت بتدرس الفريق المنافس بتاعك دراسه كويسه. نادي طلائع الجيش الكابتن طارق العشري من المنظومه الدفاعيه اللي هو غالبا كل ماتشاته 1-0 1-0 1-0، فلما بيجي لما هو بيتقدم ما بتعرفش ترجع له الفرق صح. الدوري الممتاز ما بتعرفش ترجع له تاني، لان هو مدرسه الكابتن جوهري التنظيم الدفاعي والتقفيل صح. فاحنا كان لازم نخلق سيناريو مغاير، سيناريو مختلف، وده من الشطاره. وكنا بنتكلم مع اللعيبه ان انت كل ما خدت المنافس بتاعك لسيناريو غير فهيلعب بطريقه لعب مش متعود عليها. احنا كنا وقت من الاوقات بنضغط عليهم من قدام علشان خاطر نقول لهم احنا مش جايين خايفين، وبدل لعيبتي ثقه، لان اللاعب المصري كل ما انت رجعت لورا ده بيهزه شويه وبيحس ان هو اقل من المنافس صح. فاحنا ضغطنا من قدام، قسمنا الماتش تقسيم كويس. تاني حاجه يعني احنا قلنا لهم وقت من الاوقات ان احنا لما بنرد وبنشتغل في فروق فنيه، طبعا لازم نعترف ان في فروق فنيه. انت بتعرف تكسر الفروق الفنيه ديت او بتحاول ما تخليش فروق عن طريق الشغل الجماعي صح. والمنظومه الدفاعيه او المنظومه الدفاعيه. خدت بالي يا كابتن ياسر كلامك جميل جدا الحقيقه، انك بتشرح حالات اعتقد ان هي مهمه لاي مدرب ولاي فريق بتعرف بيها تزيل فوارق ما بينك وما بين اي نادي تاني. خدت بالي كمان اهتمامك بالكرات الثابته، يعني حتى ضربه الجزاء، يعني ضربه الجزاء باسم عادل لعبها بشكل ذكي وموجهها، مش كره عشوائيه، مش كره قويه وخلاص، دي كره في زاويه وفي زاويه عاليه. ده غير اللقطة الجميلة بتاعت الفاول اللي 4-5 لعيبة عدوا من الكورة فأربك دفاعات الطلائع وكانت هتسجل هدف للفريق. أعتقد دي نقطة بتركز فيها بقوة كابتن ياسر. يعني الحمد لله رب العالمين، الضربات الثابتة هي ممكن تخلص مباريات كتيرة كابتن هاني. وتخيل إن ليفربول عندهم توماس جرونمارك ده اللي هو الدنماركي بيشغال على رمية التماس فقط لا غير. مظبوط. عمل 50 رمية تماس بطريقة مختلفة على الشورت والميدل واللونج، يعني اشتغل على الاوت الصغير والمتوسط والطويل 50 شغل على رمية التماس. تخيل ان من كل الاحصائيات في اوروبا بطولة الامم الاوروبية وجدوا ان كل ما يجي رمية تماس ان الفريق بيفقد الكورة بنسبة 60%، فكان العمل عليها. الضربات الثابتة مهمة جدا. احنا الحمد لله مع نادي المنصورة قبل كده اشتغلت فاول مع نادي انبي اللي هو كان فاول الصف
واتحط بشكل كويس ودخل جون، والحمد لله كان فاول كويس جدا، ممكن حتى يعني الناس هتبقى متذكراه. أيوه. الضربات الثابته لا يمكن اغفالها، لان كل مدرب بيشتغل على التفاصيل. وان كان الشغل الهجومي او الشغل الدفاعي ده مهم، انما الضربات الثابته عنصر. وكل ما شفت الفاول الصف يا دكتور، كل ما زاد العدد كل ما المفروض في تناغم وانسجام بين اللعيبه، كل واحد رايح فين وكل واحد شغال فين. فالحمد لله الضربات الثابته عنصر مهم، وزي ما احنا بندور على الضربات الثابته الهجوميه لازم نقول ان طلائع الجيش معظم اهدافه في الاخر من ضربات ثابته ليه. الماتش الاخير اللي في فيوتشر، ميدو جاب الرقعه، حط الكوره على الايم الاول، احرزها لاعب فيوتشر في نفسه. مظبوط. فاحنا كنا زي ما انت بتدرس الضربات الثابته اللي ليك وعايز تشتغل عليها، لازم بنشتغل على المنافس برضه. لما تيجي تلعب الكابتن طارق العاشر، مش زي ما تيجي تلعب الكابتن حسام حسن، مش زي ما تيجي تلعب اي مدرب، كل مدرب مش زي لما تيجي تلعب الكابتن عبد الحليم بسيوني في الدور اللي بعده، او لما تلعب ريكاردو سواريش لو عملت مفاجاه وكسبت وبعديها لعبت الاهلي. فطبعا كل مدرب وليه افكاره. لو لعبت الكابتن بسيوني، شايف ايه اهم ما يميز سموحه كابتن ياسر دلوقتي؟ يعني في الاول احنا لازم نسال نفسنا ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ديت يعني لازم نحلم، بس اهم حاجه الحلم اللي بنحطه قدام نفسنا يقابله اخلاص وجهد جوه الملعب. صح. مش كلام وخلاص. انت بدم ليك هدف وليك حلم، ثق تماما ان ما حدش هيبعدك عنه، ما حدش هيوصلك، ما حدش هيبعدك عن الحلم بتاعك، غير انك انت تستسلم في نص الطريق. انا كل الشغل مع اللعيبه ان انا بقول لهم ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر، طول ما احنا رحنا مع بعض ومنظمين وعارفين كلنا بنعمل ايه في الملعب. طريقه لعب طبعا حرس، طريقه لعب سموحه مختلفه اختلاف كلي. كابتن عبد الحميد خلي بالك، احنا كمدربين كل مدرب وهو كان بيلعب اثناء لعب بينطبع عليه لعبه وهو مدرب. الله. يعني الكابتن طارق العاشري، الكابتن طارق العاشري كان كان مدافع ومدافع قائد، لانه هو لعب معايا في منتخب العصر، هو منتخب العسكري وهو كابتني. أيوه. فانا عارف دماغه ايه. كابتن عبد الحميد بسيوني عشان مهاجم تملي باستمرار، بيحب فرقته تهاجم. ايوه. فيعني يبقى انت كابتن طارق العاشر كنت بتجبره يجي لك عندك وانت منظم، علشان تجبره ان هو يفتح خطوط ويبقى فيه مساحات وهو ما يستغلش المرتدات اللي هو بيحبها. أيوة. كابتن عبد الحميد بسيوني يبقى انت وانت بتشتغل معاه لازم تضغط عليه من قدام، ما تخلوش يجي لك بسهوله، لان لعيبته عندها حلول، عبد الكريم الوادي وعندهم حلول، عنده مروان وعندهم حلول فرديه. فكل ما قابلت من قدام وما خليتوش يقرب لك لمنطقه الجول بتاعك ومنطقه ال 18 عندك، فانت كده بتأمن شغل الكابتن عبد الحميد او شغل سموحه بالكامل. تمام. انما لو انت استنيته عندك، هم عندهم حلول فرديه وعندهم قدرات فرديه بتقربه من ال 18. فهو المهاره بتاعته بيستغلها. انما الفيصل ايه؟ الفيصل ان انت لما بتضغط من قدام، الفيصل البدني بتاع لعيبتك يقدر يكمل. صح. ولا لا؟ علشان ما بقاش يعني بالبلد كده عاملين زي الدبه اللي هي قتلت صاحبها، ان انا بطلع لقدام عشان اضغط، فبالتالي عندهم مساحات ما اعرفش ارجع فالمساحات تؤذيني. انما انا مع الكابتن حسام حسن عشان هو مهاجم، انا اشتغلت عليه ان انا هضغط من قدام. ايوه. الكابتن حسام عارفين ان هو يعني ان هو يعني عايز الكره تخرج بسهوله. أيوة. ولما مع مرور الوقت هو حماسي جدا، فبيبدا يشد لعيبته، فهو ده اللي انا اشتغلت معاه، ان انا ما وصلش الكوره عند الجول بتاعي بسهوله. ايوه. النهارده الكابتن طارق العاشر عشان اعتماده كله على الكور العرضيات. أيوة. كان النهارده حسن مجدي اللي هو الباك، ورجب بكار الباك الثاني. كان كل هدفنا ان هم ما يعملوش. تخيل كده يا كابتن ان هم حتى حسن عمل اربع اوفرات مش من مناطق مؤثره، من مناطق بعد وسط الملعب، ودي اوفرات سهله مضطره. مظبوط. ايوه. يبقى احنا كده كان شغلنا الحمد لله تحضيرنا للماتش وشغلنا جوه الملعب. النتيجه كانت كويسه، لان جون انتوي ولو انت استنيته في ال 18 في الكروسات، هو عنده حته الالتحامات وعنده حته يخطف، فاحنا اشتغلنا شغل كويس الحمد لله. مؤمن تماما حضرتك على ما يبدو بفكره محلل الاداء واهميه دوره في الفرقه، مش كده؟ طبعا ده لازم نكون مقتنعين ان انتهى العين المجردة. العين المجردة مع احترامنا الكامل توديك لحاجات، إنما لغة الأرقام. بس أهم حاجة من لغة الأرقام لازم مدلول الأرقام. مدلول الأرقام إيه؟ مدلول الأرقام. أيوة. ده مهم جدا. أنا ليه يعني ممكن يكون فريق مستحوذ عنده 240 باص، بس باصاته كلها للخلف. صح. وإحنا عارفين باستمرار إن 20 باص عمودي أو 20 باص للخلف ممكن يكون واحد باص واحد
عمودي للامام ذات قيمه عن كل الباصات دي. صح. فانا مؤمن ان خلينا اشكر طبعا الكابتن امير محلل الاداء عندنا في نادي منتخب السويس، شغل معانا شغل كويس. انتهى يعني دلوقتي اصبح العلم والتكنولوجيا، اصبح دلوقتي كره القدم والمباراه محترم، اصبحت بلوحه شطرنج. لوحه شطرنج، كل تحرك لاعب انا بقول للاعب تملي باستمرار اسك يور سيلف وين انا يوم وين اي ام ان ذيس بوزيشن، ليه اسال نفسك انت ليه في المكان ده وليه انت اتحركت ده، لو لقيت الاجابه يبقى انت كده شغال. تاني الجمله تاني كده اللي بتعتمد عليها اسك انا بقول له اسك يور سيلف، اسال نفسك واي اي ام ان ذيس بوزيشن، انا ليه واقف هنا، انا ليه واقف هنا وليه بتحرك هنا. لو كل واحد سال نفسه انا ليه بتحرك، هيعرف دوره في الملعب ايه، يا اما بقفل يا اما بقفل مساحه يا اما بخلق مساحه. واحنا عارفين كره القدم حاجتين، كرييتنج سبيس تفتح المساحه وكلوز سبيس تقفل المساحه. ممتاز. طيب كابتن ياسر، انا مستمتع بالحوار الحقيقه مع حضرتك، فعلا مستمتع، كان نفسي حتى ده يكون هنا في الاستوديو، فان شاء الله يحصل في وقت قريب. شكرا. تشرفنا. لكن يعني كابتن طارق العشري مدافع فبيحب الدفاع ففريقه دفاعي، كابتن عبد الحميد بسيوني مهاجم ففريقه هجومي فبيحب الهجوم، مستر ريكاردو سواريش المنافس المحتمل في وقت لاحق هو جناح وبالتالي هو بيقود الأهلي الراغب في الفوز، إزاي ممكن تواجهه في الوضع الراهن لو هتلعبه بكرة كابتن ياسر؟ يعني لو أنا بلعبه بكرة طبعا أنت هتعتمد على أن حاليا نادي الأهلي طبعا نادي كبير بيملك حلول، أن هو بيمر بفترة صعبة نفسية صعبة، أن هو يعني النتائج في الفترة الأخيرة مش على ما يرام. نتيجة بتروجيت مكسب واحد مش كافي للجمهور الأهلي، نتيجة تعادله مع الجونة. فانت دلوقتي هو سلاح ذو حدين، السلاح الاول العمليه النفسيه، يا اما هياخدك ان هو يرجع معنويا ويرجع يستعيد ثقته وثقه الناس ويكسبك مكسب كبير. أيوة. يا اما انت بتدوس عليه من الناحيه النفسيه وتزود التوتر والقلق عنده. ايوه. ده العامل تحضير ما قبل. ايوه. ده نوع. تاني حاجه الاهلي طبعا بيملك حلول كبيره وبيملك حلول فرديه وحلول جماعيه تقدر تشتغل عليها، انما صدقني كابتن هاني اسهل حاجه انك انت تشتغل مع فريق معلوم وليه سيستم معين وليه طريقه لعبه معينه انك انت عارفه. صدقني احنا في القسم الثاني بنعاني معاناه رهيبه انك انت تعرف تستطلع طريقه لعب واضحه وطريقه اداء وجمل فنيه متكرره. وحط تحت كلمه متكرره دي كتير، يعني متكرره يعني ده شغل مدير فني او شغل جهاز فني. فانت في الدوري التصوير وفي الدرجه الاقل صعب انك انت الملامح بتبقى واضحه غير بعد معاناه. أيوة. الدوري الممتاز سهل، والدوري الممتاز صدقني بيبقى اللعيبه عندهم مهاره. كل اللي هطلب لعيبتي لو انا بلاعب النادي الاهلي اقول لهم حاجه واحده. أيوة. مع لعيبه الاهلي لازم تجاريهم في الكوره، لان لعيبه الاهلي بتحب الكوره في رجليها. أيوة. وكل ما الكوره في رجليهم حلو هم ما تاخدهاش وتديها لهم تاني، العب معاهم بس. يبقى انت لازم يكون عندك جرأه وشجاعه وتحط الكوره وتستغل ان لعيبه الاهلي كلهم مهاريين، واللعيبه المهاريه ما عندهاش البريس وعندها الضغط وما بتحبش الجانب الدفاعي. فيا سلام لو انت استغليت النقطه دي. احنا الكوره باستمرار حاجتين يا كابتن هاني، ازاي تجيب الكوره في اسرع وقت ممكن بمجرد ما تقطعها، مجرد ما تفقدها لازم تجيبها في اسرع وقت، وازاي لما تكون الكوره معاك ازاي تحافظ عليها باسرع في اطول فتره ممكنه. عشان تحافظ على الكوره لازم التحركات من غير كوره. ممتاز كابتن ياسر، الحقيقه انا استمتعت جدا فعلا بالحوار مع حضرتك، ببارك لك مره ثانيه ولكل رجال الفريق المنتخب السويس التاهل الى الدور ربع النهائي من بطوله كاس مصر. نورنا نجم المنصوره السابق الكابتن ياسر الكناني، مثل هذه المداخلات انا احبها، لان دي كلام الكوره ده اللي هو يشرح لك لعبته ازاي ولو لعبته هلعبه ازاي. وبعدين ده فريق دلوقتي محقق مفاجاتين كقوام لاعبين وبمديرين فنيين كبيرين، لكن الحقيقه كل التحيه للكابتن ياسر الكناني ولفريق منتخب السويس، وهارد لك طبعا للكابتن طارق العشري وفريق طلائع الجيش. بالامس قدم مباراه رائعه فريق الجونه في مواجهه الاهلي وحصد نقطه، رغم انها قبل المباراه بيومين كان معلوم انها المباراه الاخيره لجهازه الفني بقياده الكابتن تامر مصطفى المدير الفني اللي تولى في بدايه الموسم مسؤوليه المقصه ثم قاد الجونه. والحقيقة من رد فعل لعيبة الجونة النهاردة في توجيه الشكر لمدربهم تعرف أن المدرب ده تعامل معهم بشكل جيد جدا، وربما لم يحالفه التوفيق في المراحل المختلفة قبل مواجهة الأهلي. معنا على التليفون الكابتن تامر مصطفى. كابتن تامر أهلا بيك منورنا. كابتن هاني ازي حضرتك يا كابتن، وكل سنة وحضرتك طيب، وأنا سعيد جدا جدا أن أنا موجود مع حضرتك. أنا أسعد بحييك على كل التجربة الماضية مع الجونة، وإن شاء الله القادم يكون ممتاز بإذن الله.
ان شاء الله يا كابتن يعني. شكرا جدا. قرار الرحيل كيف جاء كابتن تامر قبل ما نتكلم في بعض النقاط الاخرى، لكن ازاي تم الاستقرار على القصه دي؟ لا هو اولا طبعا انا شغال في نادي كبير جدا ونادي محترم جدا جدا ومجلس اداره بصراحه استاذ احمد عمر واعضاء مجلس الاداره كلهم وكابتن حسام الزناتي وناس بصراحه وفروا لنا كل حاجه، والتعاقد معنا كان عندنا طموح كبير ان احنا نعمل حاجه جيده جدا. لكن سبحان الله دايما طول الوقت بتحاول تجتهد وتحاول تعمل كل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر في عامل مهم جدا هو التوفيق. صح، ما كانش معانا خالص الامانه يعني الماتشات كلها يا كابتن هاني. لو جيت كده رجعت الشريط تاني وشلت النتيجه اللي فوق بتلعب فيوتشر 3-2 بتجيب كوره في القائم وفي ظهر جنش وبتضيع وبعدين تترد عليك بجول، بتلعب بيراميدز برضه 2-1 برضه جول غريب جدا يدخل فيك جول غريب جدا، بتلعب برضه سيراميكا 3-2 برضه ماتش يعني نقدر نكسبه واحنا مرتاحين جدا. سبحان الله يعني 3-4 ماتشات مقصه تكسب 4-5 مش 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 ماشيه خالص. فسبحان الله يعني التوفيق كان غير عننا خالص والناس كانوا ملاحظين الاداء ده. فانا بصراحه يعني حسيت ان الدنيا مش ماشيه معانا بعد ماتش ايسترن كامباني. ايوه، فقلت لهم مش مش يعني رفع عن الحرج يعني. طبعا طبعا الناس موفر لنا كل حاجه، حتى حسام الزلاتي قال لي طب استنى شويه، طب الناس طب نشوف طب نعمل، قلت لهم لا يعني انا مش هقدر. فقعدنا واتفقنا بالتراضي وان شاء الله ان يعني بعد ماتش النادي الاهلي ان كان وقت ضيق جدا، لعبنا المقاولين والاهلي وبعد ماتش الاهلي كنا متفقين طبعا ان كده كده ايا كانت نتيجه المقاولين والاهلي ان كده كده احنا هنمشي يعني. كانت يعني كانت يعني نهايه سعيده للرحله باداء قوي قدام الاهلي ونقطه مهمه في مسيره الفريق بعيدا عن صراع الهبوط. كابتن تامر والله يا كابتن هاني كنت امين معاك جدا. هي نتيجه كويسه لكن اداء مش كويس، ما كناش احسن حاجه. تمام، ادينا ماتشات احسن من دي بكتير. الماتشات اللي انا بقولها يعني يمكن اقل ماتش عملناه في الكوره هو ماتش المصري للامانه يعني، لكن ماتش فاركو وماتش الاتحاد ماتش استر ماتش المقصه سيراميكا يعني بيراميدز. ايه اللي ما عجبكش في اداء الفني للفرقه امبارح قدام الاهلي؟ لا انا بتكلم مش ده اداء اللي قبل كده. انا بتكلم لا في كان في روح مختلفه. تمام، انا بتكلم على اداء الفني. مفهوم. الاداء الفني لكن في فرق، خلينا الفرق دايما بن دايما الاداء الفني اللي انت بتشتغل عليه والروح خلاص والروح دايما اللي جوه الفرقه والانضباط او الكلام ده كله. ايوه، على مستوى الروح وعلى مستوى الجديه وعلى مستوى الالتزام وعلى مستوى الانضباط جوه الملعب كان اداء مرضي جدا. تمام. جدا، لكن فنيا ما كانش ده الاداء اللي اديناه قبل كده يعني. مفهوم. لكن بتلعب برضه نادي كبير جدا، بتلعب نادي محترم جدا، عايز طبعا ندي النادي الاهلي حقه، والنادي الاهلي ضيع فرص كتير امبارح طبعا. النادي الاهرار اللي فوز للامانه لازم يبقى امنا جدا، مش معنى ان احنا تعادلنا ان احنا كنا ندي من النادي الاهلي، لكن على مستوى الروح وعلى مستوى الانضباط وعلى مستوى الالتزام كنا جيدين جدا بصراحه. أيوة. وكان التوفيق معانا برضو للامانه. مظبوط. لكن بقول لك دي يمكن المباراه الوحيده اللي كان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا فيها، يمكن عشان كانت اخر مباراه وربنا سبحانه وتعالى اللي خرجنا بصوره كويسه من النادي، فيمكن دي يعني كانت مؤشرات جيده يعني. مظبوط. الحمد لله رب العالمين. اخيرا كابتن تامر، ايه الرساله اللي تحب تقولها للكابتن طلعت يوسف المدير الفني المقبل للجونه اللي لسه هيعلن عنه قريبا، لو بتسلمه المهمه بتقول له ايه؟ طلعت طبعا مدير فني كبير ومدير فني قدير جدا، وكابتن طلعت استاذنا واحنا بنتعلم منه وليه باع كبير جدا وليه تاريخ كبير جدا جوه الدوري الممتاز. كابتن طلعت اكيد عنده خبرات كبيره جدا هيضيفها للنادي، ربنا معاه وربنا يوفقه وربنا يكرمه، لان انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وبحبه جدا على المستوى المهني كابتن طلعت استاذنا كلنا، واكيد ان شاء الله يقدر يعدي بالمركب لبر الامان ان شاء الله، لان عندنا ثقه كبيره في ربنا سبحانه وتعالى ثم في امكانيات كابتن طلعت ان هو يقدر ينقل النادي في حته ثانيه ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله في تجاربك المقبله، استراحه محارب حتى نراك من جديد كابتن تامر مصطفى على الاداره الفنيه لاي نادي، لانك يعني اضافتك للدوري الممتاز السنه دي كانت اضافه مفيده جدا للكره المصريه. ربنا يخليك يا كابتن هاني، وانا سعيد جدا جدا ان انا كنت موجود مع حضرتك. شكرا. ومتشكر جدا، كل سنه وحضرتك طيبه يا كابتن. وحضرتك بالف خير وكل التوفيق للكابتن تامر مصطفى المدير الفني السابق لفريق الجونه. طيب، عايز اروح معاكم لنقطه ثانيه وهي اتكلمت فيها امبارح، وهي العرض المرسل من نادي ويجان الانجليزي اللي بيلعب في الشامبيونشيب الدرجه الثانيه في انجلترا. هي مش قليلة الدرجة الثانية في انجلترا، هي تساوي في نظر الانجليز الدوري الهولندي، الدوري البلجيكي، الدوري البرتغالي، الدوري التركي. هم حاطين في المعايير بتاعتهم ان رقم واحد الدوريات الخمسة الكبرى اللي احنا منها اللي هي انجلترا يعني مش احنا مصر، احنا
ان شاء الله نبقى احسن كمان في يوم من الايام. رقم اتنين، هذه الدوريات والتشامبيونشيب. فويجن بيسال على محمود جاد، وانا كنت كلامي امبارح على انه نسهل الاجراءات في فرصه، لكن في تساؤل مهم جدا، هل اساسا محمود جاد من حقه ان هو يلعب في فريق ويجن اللي بيلعب في التشامبيونشيب؟ ليه مش من حقه؟ او ليه من حقه؟ ليه السؤال اساسا؟ السؤال اساسا غرضه هو اللوائح اللي حاطينها في الكره الانجليزيه اللي بتسري على البريمير ليج وعلى الاي اف ال اللي هو التشامبيونشيب وعلى الدرجات الادنى، عن المعايير اللي بناء عليها تعرف تستقدم اللاعبين اللي من خارج الاتحاد الاوروبي، اللي من خارج الاتحاد الاوروبي. ودي نقطه مهمه جدا، ايه اللوائح دي بقى؟ كتيره وطويله، هل تنطبق على محمود جاد؟ ممكن تقول لا، لكن هل معناها ان الصفقه ما ينفعش تتم؟ لا، نستعرضها بشكل سريع قبل ما ندخل في تفاصيلها. بمعنى ان انت لو عايز تشتري لعيب، فرقم واحد ايه تصنيف المنتخب اللي هو بيلعب فيه؟ لو من الاول للعاشر سهله، لو هو بيلعب في المنتخب الاول للعاشر مش عايز معايير تانية. رقم اتنين، لو من الحداشر للعشرين سهله بس اقل سهوله من الاولانيه، لو من العشرين للتلاتين هكذا، لو من التلاتين للاربعين، التلاتين للخمسين بقى اللي هو احنا منهم بما اننا في الاربعينات، فدي بتديك درجات مختلفه. رقم اتنين، لعب قد ايه من ماتشاته مع المنتخب؟ في حاله المنتخبات اللي هي من ال 30 لل 50 اللي هو احنا، لازم يكون لاعب 75% من ماتشات المنتخب. محمود جاب ما لعبش مع المنتخب، انضم لكن ما لعبش، لكن مش دي بس اللي بتحسم بناء عليها، هي بتحسم كمان على مستوى الدوري اللي بيلعب فيه. والدوري بتاعنا الدوري المصري من ضمن الرابطه رقم 6 على مستوى الدوريات، ده كمان بيحسم بيلعب في بطوله افريقيا للانديه ولا لا، دي بتدي له نقط. والمهم بقى مع كل اللفه دي انك كلاعب تكون جامع من النقط دي كلها 15 نقطة علشان ينفع تلعب في بريمير ليج او في التشامبيونشيب يعني شروط اقل شوية لكنها شروط موضوعة. طب لو مش متوفر فيك ده كله، لا، ممكن تقدم استئناف وطلب ان انا عايز اللعيب ده علشان هيقدم لي كذا وكذا وكذا، ايه الفاليوز بقى بتاعته اللي هيضيفها للكرة الانجليزية؟ دي اللي بتحسم هل متوفرة. عرض ويجن معناها ان هو ممكن يكون مقدم خطوه استباقيه وعارف انه ممكن يقبل، لكن في لعيبه كتيره لا تقبل اساسا رغم التعاقد معاها وبيضطروا يجيبوهم ويعروهم الى الخارج سواء لدوريات اقل شويه عشان ياخد خبرات ويلم نقط ويعرف يجي لنا ياخد تصريح العمل. معانا على التليفون الصديق العزيز سيد فاروق المستشار التقني السابق في نادي مانشستر يونايتد من هناك في انجلترا. اهلا بيك سيد، منور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ هاني، وانا مبسوط جدا بوجودي معاك بصراحه. انا اللي مبسوط اكتر استاذ سيد، الحقيقه انت صديق عزيز يعني، واعتقد سمعت المقدمه لكن ممكن نفهم منك اكتر لانك دايما كلامك بالورقه والقلم. يعني هل العنوان الرئيسي محمود جاد لاعب ام بي الدولي لكن غير المشارك مع المنتخب قادر على الانضمام الى ويجن في حاله انتهاء التفاوض؟ هو محمود، هو جاد حاليا بالشروط الحاليه لا تنطبق عليه المعايير. خلينا برضو نفسر اكتر يعني. تمام. انت علشان تستقدم لاعب يلعب في البريمير ليج او في تشامبيونشيب لازم يحصل على موافقه جهتين. أيوة. الجهه الاولى وزاره الهجره. ايوه، لانها هي اللي بتدي له الورك بيرميت او تصريح العمل. والجهه الثانيه هي اتحاد الكوره نفسه، اتحاد الكوره الانجليزي اللي هو حاطط المعايير اللي حضرتك اتكلمت عليها من شويه. طيب إيه المتطلبات ديت؟ ليها طريقتين. الطريقه الاولى اللي هو يحصل على الورك بيرميت اوتوماتيكلي. ايوه، اللي هو يكون مطابق للمواصفات اللي حضرتك ذكرتها من شويه. تمام. يكون لاعب دولي ذو مستوى عالي. انه يكون لاعب واعد ويقدر يفيد مستوى الكوره الانجليزيه. انه يكون شارك في نسبه معينه من المباريات الدوليه خلال اخر عامين، ولو سنه تحت 21 سنه بيكتفوا بسنه واحده بس. تمام. ودي مش بتنطبق على جاد طبعا لانه عنده 24 سنه. بالظبط كده. نعم. كويس. بما ان احنا موجودين في المركز رقم 41. ايوه، تصنيف منصه المرضى في الفيفا رقم 41، فلازم يكون لاعب 75. احنا 41 ولا 45 بس؟ اعتقد انت ادرى يعني. لا، هو 41 ورانا الجزائر 42. تمام، كمل. تمام. بما ان مصر في المركز 41 فلازم يكون لعب 75% من المباريات. ايوه.
اذا اللاعب بقى ما استوفاش الشروط دي بيحصل استئناف، والاستئناف ده بيتم قدام لجنه اللي هي زي لجنه التظلمات كده للحصول على الاستثناء حسب النقط اللي هو بيجمعها في حته الاستئناف دي. والاستئناف ده ليه طريقتين برضو، يعني في قائمتين في الاستئناف، قائمه A وقائمه B. ايوه. القائمه A هو يعني ما فيش لاعب هيلعب في تشامبيونشيب يقدر ان هو يوصل لها لانها بعيده جدا عن اي حد، يعني هو لازم يكون اليت يعني عارف يعني لاعب جامد جدا. ايوه. القائمه بي اللي هو المفروض يعني ينفع ان هو يدخلها بعد بعد الاستئناف فيها حوالي 6 نقاط، والست نقاط دول لازم يجمع منهم 5 نقاط. تمام. والشروط ديت بتقول ايه؟ ان قيمه الانتقال بتاعته بنسبة حوالي 20% من متوسط قيمة الانتقالات بتاعت اللاعبين اللي كانت في البريمير ليج الموسم اللي فات. يعني ثمن العقد بتاعه يكون في حدود حوالي 20%. 20% من قيمة متوسط ثمن اللاعبين اللي موجودين في البريمير ليج. كويس. تمام. النقطة الثانية إذا كان الانتقال حر فبيكون سعر اللاعب لا يقل عن 20% من قيمة انتقال اللاعبين في البريمير ليج في الموسم المقضي. تمام. النقطة الثالثة إن الأجر المدفوع للاعب يكون في يعني المرتب بتاعه الأسبوعي يكون في حدود حوالي 20% من تقريبا نص لاعبي البريمير ليج. تمام. ودي نقطة يعني صعبة شوية الواحد يفهم يعني يحاول يشرحها بتفصيل لانها اساسا ارقام وهي عندهم سيستم يعني. بالظبط. النقطة الرابعة ان اللاعب يكون قادم من دوريات المستوى الثاني. المستوى الثاني دوت اللي احنا بنتكلم عليه ايه؟ الدوريات اللي في اوروبا اللي بعد الدوريات الخمسة الكبيرة. ايوه. او دوريات امريكا الجنوبية. النقطة اللي بعد كده بيقول ان اللاعب يكون لاعب للنادي، يعني النادي الحالي بتاعه يكون لعب في جولات التأهيل بتاع دوري الأبطال اللي هي الشامبيونز ليج في غضون آخر 12 شهر. تمام. ولازم يكون لعب حوالي 30 دقيقة. الآخر نقطة بقى بتقول إن اللاعب لازم يكون شارك في نسبة أقل، لو يعني اللاعب كان مشارك بنسبة أقل في المباريات الدولية فلازم المنتخب بتاعه يكون وصل لبطولة من البطولات القارية اللي هي مثلا نهائي قبل نهائي مفهوم. يعني مثلا حاجة زي أمم أفريقيا. أيوه. ودي ينطبق عليه. تمام. فهو من خلال كل ده حوالي أول 3 نقط دولت ممكن النادي هو اللي فاهم يحط الفلوس مفهوم. ويقول الأجر بتاعه كده. مفهوم. والنقطة الأخيرة، لكن النقطة الخامسة بقى بالنسبة له مش هيقدر يصلحها. ده كلام جميل جدا. إذا لو هسألك على تقييمك أنت للشكل الحالي في ضوء العرض المحتمل أنه سواء بقى يزيد يتم فيه التفاوض، محمود جاد ممكن يحصل ويروح الويجن ولا تبدو الفرص صعبة؟ هي تبدو الفرص صعبة، بس ممكن يطلع مثلا على نادي يكون بيلعب مثلا في نادي في دوري يكون مثلا من المستوى الثاني. ايوه. علشان يقدر يكمل يجمع نقطة كده بالنسبة له. بالظبط بكل تأكيد. أنا يعني الحقيقة كلام جميل جدا وأنا مبسوط إن أنا سمعت منك الكلام ده، لكن أحب بقى أسألك في سياق آخر، أنت مشجع لمانشستر يونايتد؟ لا. مين؟ أرسنال؟ أنا عايز أفتكر بس. انا ارسنال. طب اسالك عن الاثنين، عن يونايتد باعتبار مكان عملك السابق، رونالدو ماشي خلاص من يونايتد بحسب ما بعت طلب، انت شايف ازاي اللقطه دي، المشهد ده، القرار ده، وشايف ايه الوجهه الانسب بالنسبه له؟ وانا شايف ان رونالدو بالنسبه له هو نفسه كلاعب هي نقطه كويسه جدا بالنسبه له ان هو يقدر ان هو يلعب في الشامبيونز ليج ويقدر ان هو يفضل بيلعب في اعلى المستويات. لكن النقطة اللي يعني مش مظبوطة قوي ان هو رجع النادي اللي يعني عمله وبعد كده بيسيبه وهو في بداية مشروع، ورونالدو في العموم هو قيمة كبيرة طبعا اكيد يعني. لكن الكرة الحديثة النهاردة
يعني لو لاعب واحد بس مش بيحاول يطبق الضغط بطريقه مظبوطه او حاجه زي كده، ايوه فالفرقه كلها بتفرط يعني، عارف ما صح. يعني الفرقه اللي قدامه بتطلع بالكره كويس، فبالتالي بيتم الضغط عليهم بصفه مستمره، وده يعني احنا شفناه مظبوط السنه اللي فاتت كتير يعني. مظبوط. فهو انا محتاج هو ايوه محتاج مثلا ايه دوري ايطالي مثلا حاجه زي كده او يكون انجليزي الريتم برضو، اقل انا عايزه في شويه. تشيلسي ما تقلقش، يا ريت هنتصرف والله في ده موضوع حاجة الضغط تبقى ده. يعني يا ريت والله ده تبقى حاجة آخر عظمة يعني. بشكرك جدا سيد فاروق صديقي العزيز على وجودك معانا وعلى توضيحاتك اللي قلتها. على اي حال يعني لنرى هتوصل لفين، واللاعب حاصل على وعود انه لو حصلت الصفقة هيتم تسويتها. بالمناسبة بيتم مش هقول التحايل لكن علاجها بحل تاني تالت، وهو انه بتشوفوا في جروبس في أندية ملكها نفس المالك في دوري بقى بريمير ليج وليه في دوريات اقل، فبياخد الفريق اللعيب بتاعه للدوري الكبير ما ينفعش ياخد تصريح العمل، فبيوديه لدوري اقل من ضمن فرق وهو اللي موجود بيملكها، ياخد فيها النقاط دي يجمعها ياخد تصريح العمل يروح على الفريق الكبير اللي هو كان عايزه. فدي برضو من الحلول اللي بتتعمل. لكن تعالوا نروح لقصة الاهلي وعبد الله السعيد، ما هو الجديد؟ لان في اعتقد خطابات رايحة وخطابات جاية، وعلى ما يبدو قد يكون هناك قرارات صادرة. معنا على التليفون المستشار هاني زهران محامي عبد الله السعيد. اهلا بيك استاذ هاني. استاذ هاني طيب ستعود لنا المكالمه مره تانية خلال دقائق. احب بس سريعا جدا حتى تعود المكالمه نستعرض بعض النقاط المهمه. منتخبنا او بعثتنا المصريه في وهران انهت المشوار بميداليات، عدد جيد من الميداليات، ترتيب جيد بالنسبة لنا في الميداليات. فتعالوا نستعرض أرقام وميداليات حصاد بعثة مصر في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران. يلا بينا. بداية إحنا في المركز السادس ب 51 ميدالية، كان آخرهم ميدالية فضية حصدناها من خلال منتخب اليد كانت هي ال 15، لكن قبلها كنا خدنا 13 ذهبية و23 ميدالية برونزية. نفصلها بقى. الذهب محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة، سيف عيسى ذهبية وزن 80 كيلو جرام تايكوندو، نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كيلو جرام في الخط في رفع أثقال، ونعمة أيضا حصدت في نفس الوزن في الكلين ذهبية، زياد السيسي حصد ذهبية سلاح السابر، يسري حافظ او يعني نجح في اقتناص ذهبيه وزن فوق 91 كيلو جرام ملاكمه في العاب القوى عدو، بسنت حميده حصدت ذهبيه 200 متر وهي نفسها ايضا على مستوى 100 متر حصدت نفس الميداليه، محمد عبد الموجود حصد ذهبيه وزن 66 كيلو جرام جودو، عمرو رضا حصد ذهبيه وزن 74 كيلو جرام مصارعه حره. على مستوى الذهبيات ايضا منتخب السيدات لتنس الطاوله الميداليه الذهبيه حاجه تفرح، حاجه تفرح المنتخب ده يا جماعه على مستوى تنس الطاوله وتنس الطاوله المصري بشكل عام سواء رجال او سيدات في مرحله صعود مبهجه. فريال اشرف كانت هي من قصت شريط الذهب المصري بذهبيه كاراتيه 68 كيلو جرام، ويوسف بدوي نال ذهبيه وزن 84 كيلو جرام كاراتيه. أما على مستوى الفضيات فالنهاردة منتخبنا خسر من إسبانيا بفارق هدف وحصد الفضية، هارد لك يا رجالة لكن مبروك الميدالية. أشرقت درويش حصدت فضية وزن 57 كيلو جرام في تايكوندو، كريم كحلة حصد فضية رفع الأثقال، وكريم كحلة أيضا فضية في الكلين بعد ما كان نال الفضية في الخطف، وإيهاب عبد الرحمن نال فضية رمي الرمح في ألعاب القوى. الفروسية نال فضية الفرق، إسراء عويس نالت فضية الوتب الطويل، أحمد عبد الغني فضية الكلين في رفع الأثقال وأيضا فضية الخطف في رفع الأثقال، عمر عصر نال فضية فردي رجال تنس الطاولة. يحيى حافظ فضية مصارعة حرة، عبد اللطيف منيع فضية مصارعة رومانية، أحلام يوسف فضية كاراتيه، عبد الله ممدوح فضية كاراتيه، ريم أحمد فضية كاراتيه. بأوزان مختلفة طبعا. محمد ماهر برونزية سلاح الشيش، دي بداية البرونزيات. أحمد علي برونزية الأثقال، آية شحاتة برونزية التايكوندو، أحمد جابر برونزية رفع أثقال، هو أيضا برونزية رفع أثقال في وزن ال 120، محمد طلعت برونزية فردي الفروسية. شادي الحسيني نالت برونزية 49 كيلو جرام تايكوندو، بسمع ماد
برونزية الأثقال، محمد مجدي برونزية ألعاب القوة رفع دفع الجلة، عمر السيد برونزية الملاكمة، ويمنى عياد برونزية الملاكمة، عزم حلبة برونزية السكيت في الرماية، ويسري سامي برونزية الجودو، سمر حمزة برونزية المصارعة الحرة، وفي نفس اللعبة شيماء محمد برونزية، علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز، وضحى هاني برونزية الريشة الطائرة. يوسف حميدة في المصارعة الحرة، وفي المصارعة الرومانية نال الأبطال هيثم فهمي، عبد الرحمن عمر، نور الدين حسن البرونزيات. في الكاراتيه نال أحمد أيمن وعمرو علاء برونزيتين لتختتم عدد ميداليات بعثة مصر. أبطالنا كل التوفيق ليكم، إن شاء الله اللي جاي أحسن. وأخيرا أحب أقول بس في النقطة دي، بشوف ناس بتحاول تقلل من دورة ألعاب البحر المتوسط، بتقلل من أي نجاح. يعني لو خدنا ميدالية في الأولمبياد هيقولك يا عم ده أولمبياد ما فيهوش منافسين. فأحب بس أقول لو أنت شايفها ضعيفة، لو أنت شايفها ضعيفة، مبدئيا هي مش ضعيفة، هي دي دورة ألعاب بيشارك فيها نجوم حول العالم، صف بقى أول صف تاني نجوم، أبطال متوجين سابقين. ده أولا. ثانيا نبني على ده، واخدين ميداليات، أبطالنا بيحاولوا بيجتهدوا بيحققوا أرقام قياسية ليهم بل وعلى مستوى دورة ألعاب البحر المتوسط. افرح بده، احتفل، ادعم عشان ناخد بقى على مستوى الأولمبياد إن شاء الله كمان. مبروك لأبطالنا. ومعنا على التليفون الأستاذ هاني زهران، مستشار اللي ممكن يقول لنا تفاصيل من جهة عبد الله السعيد. أستاذ هاني أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك كابتن هاني، إزي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ بخير الحمد لله. هل من جديد؟ الجديد ان المحكمه الرياضيه الدوليه امبارح طلعت خطابين عشان بس يعني توضيحا للامور، لللبس اللي بيقول موضوع الحجز ده هل هيترفع ولا لا، موقف المحكمه ايه. فالمحكمه بعتت امبارح خطاب الحقيقه الساعه 10 الصبح موجه للاطراف جميعا، وقالت لهم والله يعني بما يفيد ان القرار ده اللي صادر مركز التسويه غير نهائي ومازال منظور قدامي، وبالتالي لا يجوز تنفيذه وغير قابل للتنفيذ وفقا للقانون السويسري وللوائح بتاعت المحكمه الرياضيه الدوليه. تمام. بعد ما بعتت الجواب ده طبعا احنا كنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت مع حضرتك في المداخله، كنا بصدد ان احنا نرفع دعاوى هنا لرفع الحجز وبطلان امر التنفيذ. النهارده لما حصل الكلام ده امبارح بعتنا على طول للمحكمه تاني الرياضيه، طلبنا منها من المحكم نفسه ان هو يطلع لنا شهاده رسميه او خطاب رسمي عشان نوجهه للمحاكم المصريه هنا تقول ان الحكم ده مازال مطعون عليه وغير نهائي وغير قابل للتنفيذ. تمام. وتم فعلا خلال ساعتين، الساعه 1 الظهر امبارح، ردوا علينا بالخطاب التاني اللي بيقول ان هذا الحكم غير نهائي زي ما بقول لحضرتك. ايوه. وبالتالي طبعا لا يجوز ان انت تاخد عليه صيغه تنفيذيه، وبتقول كمان انه لا يجوز توقيع اي عقوبات ماليه على اي لعيب او اي يعني عنصر من عناصر الرياضه الا اذا صدر حكم نهائي من الكاس. بس هم في نفس الخطاب قايلين انه ويكون الامر متروك للجهات القضائيه المصريه لتقرر ما اذا كانت سوف تقوم بتنفيذ الحكم المطعون عليه امامنا، والذي لا يعتبر في جميع الاحوال حكما نهائيا فالمحكمه الرياضيه ما زالت تنظر الطعن. هم سايبين للمحاكم المصريه تنفيذ الحكم اللي عندها من عدمه، لكن الحكم ليس نهائيا من ناحيتنا. هم ما لهمش سلطه على المحكمه المصريه وما لهمش سلطه اجبار اكيد النادي كمان ان هو يستجيب. مظبوط. لكن هم يعني بعتوا بيقولوا رايهم كمحكمه وفقا للقانون السويسري وقانون المحكمه اللي احنا حاليا خاضعين ليه وبنتنازع من خلاله مش من خلال القانون المصري. لكن طبعا المفترض ان الحجز طبعا يترفع لان ده يعتبر كده عدم احترام لاحكام وقرارات المحكمه، وده قد يؤدي الى ان احنا نلجا للفيفا بعد ما ان شاء الله الموضوع يخلص والمحكمه تلجاوا للفيفا تقول لهم ايه ضد مين؟ ضد الاهلي، ونقول ان والله التعصب في استخدام لان في اضرار حضرتك كابتن هاني واقعه على اللاعب، اللاعب بقاله اسبوعين النهارده يعني مش يعني ربنا يعلم هو بيصرف منين. يعني فعلا تخيل حضرتك في الموقف ده، يعني مفيش اصلا حسابات كلها بلوك طبعا، يعني كل حساباته في البنوك بلوك. في كل البنوك ام بعض البنوك؟ يعني هو هم باعتين زي ما قلت حضرتك المره اللي فاتت ل 37 جهه. ايوه. يعني طبعا هم ورا بعض كل واحد في كل يوم الصبح في حد بيتكلم بيقول انا بحجز. الاهلي من ناحيته بيقول ان انا موقفي قانوني وانا بنفذ حكم حصلت عليه. بقى احنا ما بنقولش ان احنا موقفنا قانوني او غير قانوني او صح او غلط او هم صح او غلط، احنا امام المحاكم الدوليه مش امام القضاء المصري الا في دعاوى رفع الحجز وبطلان التنفيذ، وان شاء الله بعد حصولنا على خطاب المحكمه الدوليه اللي بيقول الحكم غير نهائي ده اكيد هيبقى فيه كلام تاني خالص قدام المحكمه المصريه لالغاء قرار الحجز ان شاء الله قريبا.
واحنا امام القضاء السويسري دلوقتي في المحكمه السويسريه الفدراليه كمان مع النادي الاهلي هناك، وان شاء الله متوقع ان احنا نخلص يعني ان شاء الله اخر السنه على 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 اقصى تقدير هنكون الموضوع ده اتفصل فيه من سويسرا مش من مصر. ايه الفرق ما بين المحكمه الرياضيه والمحكمه الفدراليه السويسريه؟ المحكمه الفدراليه السويسريه هي محكمه مدنيه بس هي محكمه استئناف عالي زي محكمه الاستئناف عندنا. وهي بحكم ان محكمه التحكيم الرياضي موقع يعني مكانها في لوزان في سويسرا، وكانت الاول زمان خاضعه للجنه الاولمبيه الدوليه، ولكن طبعا نظرا ل يعني عدم يعني ممكن يكون في طبعا تعارض مصالح في ان هي تبقى خاضعه للجنه الاولمبيه وتفصل في قضايا ضد اللجنه الاولمبيه. ايوه. فهم قاموا فصلينها عن اللجنه الاولمبيه وبقت مستقله محكمه التحكيم الرياضي، فبقت بتعد كانها هيئه تحكيم رياضيه موجوده في سويسرا، والطعن عليها وفقا للوائحها، طعن على قراراتها وفقا للوائحها امام المحكمه السويسريه الفدراليه فقط دون اي مكان تاني في العالم. تمام. بشكرك جدا استاذ هاني زهران محامي اللاعب عبد الله السعيد، تعليقا على الخطاب اللي وصل من المحكمه الرياضيه. قال ايه بايجاز كده تلخيصا للمكالمه؟ الخطاب قال انه المحكمه في مصر تنفذ الحكم اللي هي عايزاه، لكن احنا من جانبنا على الناحيه الرياضيه يعني احنا لم نصدر حكما نهائيا، واحنا اللي المفروض ان احنا ننفذ بقى الحاجه الرياضيه اللي لما تطلع حكم فيها هيكون مثلا لصالح عبد الله السعيد، فيبقى هنا بيقدمه فيرفع الحجز الاهلي. بالتالي بيقول انه انا الخطاب ده بيثبت ان انا من حقي ان انا اعمل كده وان المحكمه تنفذ ده، لكن هتعمل بقى ايه بعد كده؟ دي الخطوه اللي جايه، والاهم حتى وان كان ده بيعطل اللاعب محجوز على ارصدته، لكن في الاخر اللي جاي ده هو اللي هيقول من حق الاهلي ياخد الفلوس دي ولا لا مش من حق الاهلي ياخد الفلوس دي. ماذا سيفعل عبد الله سعيد بعدها؟ ما نعلمه انه في حاله انه حكمت له بانه مش من حق الاهلي يدفع ياخد منه 2 مليون دولار، سيطلب هو او سيرفع قضيه على الاهلي يطلب فيها تعويض 2 مليون دولار بسبب الحجز على ارصدته سابقا. طيب من شويه المهندس يحيى الكومي اتكلم معانا على انه الكابتن ايهاب جلال غالى في طلباته من خلال الكابتن تامر النحاس ال 10 مليون، فمعانا الكابتن تامر النحاس قبل ما نطلع لفاصل. كابتن تامر اهلا بيك منورنا وحشنا. ربنا يبارك فيك الله يكرمك. كل سنه وحضرتك بألف خير. انت بألف صحة وسلامة. 10 مليون عشان شهرين كتير قوي. طيب هو خليني اقول لك نقطتين مهمين قوي، النقطة الأولى إن واخد قرار ان هو لن يعمل هذا الموسم، هو حاليا في امريكا وكان قراره مش هيعمل هذا الموسم مع بعض العروض اللي جت، فهو قال انا مش هشتغل الموسم ده لان الموقف اللي كان ده موقف محتاج راحه ذهنيا ونفسيا، فكانت هي دي النقطه. التواصل حصل النادي الاسماعيلي يمكن قبل مباراه كثيره لها كمان، وتم الرفض قلنا لهم لا برضه كابتن ايهاب، مش مساله النادي الاسماعيلي العكس ده بيته وشرف انه يبقى موجود فيه، لكن كان الرفض سببه ان هو مش عايز يشتغل اصلا. الفتره دي فكان ده المبرر للرفض الاولاني. لما حصل الموقف الثاني وممكن نقول تسرع مجلس الاداره والمهندس الحكومي في اقاله حمزه، فحصل كلام وضغط جامد جدا، فبرضه كان نفس الرد بتاعي الكابتن ايهاب لا يرغب، ومع محاولاتي معاه نتيجه ان الضغوط كانت شديده ومن ناس كمان يعني غير المهندس يحيى، كان أيوه. فيه الوزير السابق الاستاذ عماد عمارة تمام كان تواصل وناس كتيره مش عايز اذكرهم، بس كان الناس المعلويه كتير مدحت الورداني يعني ناس كتيره جدا تواصلوا، فكان الرد اللي هو ايهاب ما حدش عنه لحد دلوقتي وهو انه مش قادر يشتغل وممكن يبقى اي كلام هيبقى من بدايه الموسم لكن مش دلوقتي. تمام. وانتهى الكلام دوت، والكلام ده خلي بالك يا هاني من ثلاث ايام انتهى الكلام، يعني ما تناقشتوش في فلوس اصلا؟ يعني انا بحكي لك القصه الاولانيه، الكلام ده من ثلاث ايام. تمام. ولما اتكلمنا فيه كان الامور واضحه جدا، ما كانش في مجال للكلام في الفلوس. طبعا. بعدها انا اقترحت على المهندس يحيى قلت له يا باشمهندس اختيار يعني ماشيان حمزه انا شايف ان هو مش مناسب، لان الراجل في ست ماتشات جاب 9 بونص، لو فضل ماشي بهذا المعدل هيبقى ضمننا البقاء، فالتغيير الكثير ده في حد ذاته بيدي انطباع يعني ان الاداره ممكن تبقى متسرعه شويه، ان انت النهارده بتتكلم على الكابتن طلعت ثم واحد ارجنتيني ثم الكابتن حمد ثم الكابتن حمزه ثم كابتن كمان، ده حاجه مش طبيعيه. مظبوط. فطبعا انا اعذر من ياخذ هذه القرارات سواء المهندس يحيى او مجلس ادارته، لان هم يعني نادي الاسماعيلي نادي كبير وما يتعرض له هم مش يعني ممكن اعذرهم فعلا لما جم بعد بدايه الموسم، فهم ما عملوش الفرقه بشكل كافي، ممكن في يناير كان الخبرات قليله في تدعيم الفريق فالامور ما بتشتش كويس.
فممكن يكون ده سببه التغييرات الكثيره لاحساسهم ان ممكن التغيير ان التغيير مش سحر، مفيش حد مدرب هيجي في وسط الموسم يقدر يعمل تغييره، بيبقى محتاج وقت، فانت الافضل انك تستقر. كابتن حمزه قادر، هذا الفريق اتغير جدا، المباراه الاخيره كانت رائعه جدا وده اللي احنا قلناه، وكان احد برضه الحاجات اللي قالت كابتن ايهاب ان هو ما بيحبش يجي بالطريقه دي على احد الزملاء، وكان اصلا رافض الشغل. ثم بقى خلصنا من القصه دي وانتهينا، وكانت ايه في كلام بقى بعدها واحنا بنشرح موقف الاسماعيلي والرواتب ونعمل ايه، بقول له اللي بيفكر في مدرب او بيفكر في حاجه ما بيحسبش انا هدفع فلوس قد ايه، بيحسب انا مهمتي ايه، المهمه اللي احنا فيها ان بيحسب انا جايبه يعمل ايه، المهمة اللي هو جاي لها مفهوم. ايه لو انت النهارده جاي في بداية سنة بتتعاقد مع مدير فني فبتقول له انا هديك مرتب كذا وطموحاتي كذا واهدافي كذا، لما يبقى عندي مهمة ان شاء الله ماتشين والماتشين دول يتسببوا في بقاء فريق او صعود فريق، فبقول له ده الواحد يدفع فيهم ملايين. ده كلام ملوش علاقة خالص بالايه بالقصة بتاعت ايهاب، لان المهندس يحيى غير ان هو يعني طبعا رئيس نادي يعني صديق عزيز وانا بحبه جدا، لكن انا اظن ان هو ممكن يكون الكلام ده اتقال من باب المحاولة إظهار بذل الجهد في إنقاذ النادي الإسماعيلي. يعني رقم 10 مليون ده ما اتقالش خالص؟ اللي اتقال يا هاني أصل الكلام ده ملوش علاقة لا مفيش مفيش توهان ولا حاجة، مفيش علاقة بين إن الكابتن يرفض العمل لأنه كمان شايف إن النادي الإسماعيلي ما عندوش مشكلة في الآخر هيحصل على 9 نقط وهيقعد في الدوري، فمفيش داعي يقطع صومعته وهدوءه مع نفسه الفتره الحاليه انه يرجع، فالموضوع ده انتهى. النقاش بقى وانا بتكلم عن المنتخب بقول له لو لقيت مدرب انت تدور على مدرب، لقيت مدرب اديله 10 20 مليون اديله لان المهمه صعبه، ما اتكلمتش فيها خالص على ايهاب، هو بقى بعد ثلاث طبعا بعد ثلاث ايام لما تيجي تذكرها وتذكرها على ايهاب لا انت كده بتقول كلام يعني مش حقيقي، وهو طبعا انا عذره لان زي ما قلت لحضرتك المهمه ثقيله جدا، الخوف شديد جدا ان النادي الاسماعيلي يحصل له حاجه، لكن الكلام ده انتهى من 3 ايام فليه يذكر النهارده؟ يمكن في السياق الحقيقه انا اللي طرحت السؤال، فغالبا يعني السياق هو اللي جاب كده، هو لم يكن هدفا من المداخله ان هو يدخل. خلي بال حضرتك واحنا عندنا نقطه الاولانيه ان لازم المدرب يوافق انه يدرب ثم تبدا التفاوض، انا ما رحتش تفاوضت الاهداف ده في اي مكان لما خدنا اللي احنا عايزينه واحسن حاجه خدناها. ايوه فدي ما لهاش علاقه بيه، يعني احنا مش حاطين شرط مالي عشان نقعد نختلف، أيوة احنا اصلا مش قادرين نروح، الراجل مش قادر يشتغل الوقت، فبالتالي لازم نحترم ده. والموضوع لو انا بقول لك هو لو النادي الاسماعيلي فعلا معرض للهبوط بشكل قوي انا اظن ان ايهاب مش هيرفض، لكن احنا شايفين ده هو الراجل مكمل في يعني الفتره دي شهرين الرحل ان شاء الله موفق، وسلم لنا عليه قوي يا كابتن تامر لانه وحشنا يعني، وان شاء الله نقابله قريب. شكرا. لكن احب اسالك على حاجه ثانيه سريعا جدا، كان قبل نهائي دوري ابطال افريقيا كان اتقال ان هيتحقق مع حسين الشحات ومحمود وحيد بسبب شكوى الكابتن تامر النحاس ضدهما واجلت بسبب نهائي افريقيا، ماذا عن جديد القصه دي؟ هو يعني في موضوعات بتبقى قديمه في علاقات تعاقديه بيني وبين اللاعبين، واللاعبين دول يعني اخوات صغيرين، ولكن لما بنيجي نختلف تعاقديا في حقوق والتزامات وارتباطات ماليه غصب عنك بتضطر بعد محاولات حثيثة في محاولة الصلح معاهم والتفاوض انك تضطر تلجأ لاتحاد الكورة عشان لو ليك حق تاخده، واتحاد الكورة عمل تحقيقات لكن لسه لم يتخذ قرار. تمام. وكانت الامور سهلة لما كان عندهم نهائي افريقيا وطلبوا تأجيل التحقيقات، انا وافقت تماما، بل بالعكس لما عرض من المشار القانوني للاتحاد على الصلح انا وافقت، هم اللي كان معاهم محامي يعني اظنه محتاج يكمل في القضية عشان خاطر يعني تعبوا وكده، فرفضوا ان هم يتكلموا في الصلح، لكن انا كان عنديش اي مانع خالص ان احنا نقعد نتكلم، بالذات ان في تعاملات بيني وبينهم الاثنين دول بالذات تعاملات ماليه لن تنتهي، يعني كنت بديهم اموال لسه ما خدتهاش. تمام. يعني انا بحكي لك قصه يعني على الهوا اهو. ان الاثنين دول تحديدا كان بيني وبينهم علاقات ماليه مني ليهم لم تسوى حتى الان. علاقات ماليه دي تعاقديه برضو ولا علاقات ماليه وديه؟ يعني واحد بيستلف مني فلوس واحد يعمل، فكنا ما عندناش مشاكل ان احنا اي لعيب عندنا بيحتاج حاجه بنقف معاه، حتى دي ما اتسوتش، فلما قالوا نعمل صلح انا وافقت، هم اللي رفضوا ده، بس مش هم يعني، خليني اقول لك برضه تحديدا المحامي بتاعهم. مفهوم. فالامور سهله يعني، اذا الناس عايزه تحل ودي ماشي، اذا الناس عايزه تكمل في التحقيقات والقرارات برضه ماشي. تمام تمام. بشكرك جدا كابتن تامر النحاس وكيل الكابتن ايهاب جلال وطبعا نجم الكره المصريه السابق. بمناسبة حسين الشحات وقبل الفاصل، فاللاعب قد يخضع لجراحة في قطر، وده هيحصل في الفترة القريبة، هو دلوقتي في مفاضلة ما بين قطر ولا ألمانيا، لكن قد يخضع فيها في قطر.
وده استمرارا للتعاون الحادث ما بين الاهلي وما بين الاتحاد القطري وما بين الاجهزه الطبيه هناك في قطر. فيا اما في مصر، كان في تفكير في المانيا، اما في مصر بقى اللي تم الاستقرار عليه، اما مصر واما قطر، والاقرب هو قطر. لكن ايه الفكره بقى؟ هو انه عرض من الناحيه الطبيه انه يتعمل تخييط للغضروف، لكن ده يستغرق علاجه من 6 إلى 7 أشهر، او استئصال الغضروف، وده اللي بيحصل عاده، وده هيستدعي شهرا او شهر ونص، ما بين شهر ونص لشهرين. فحسين الشحات اختار الاختيار الثاني ده اللي هو بتاع استئصال الغضروف علشان يرجع في وقت اقصر من 6 شهور، فيبقى شهرين بالكثير. سلامتك يا حسين، وان شاء الله ترجع بالف سلامه. ماذا بقى عن الاهلي والزمالك؟ ده في قصص كتيره قوي مهمه قوي هتحبوها وهتحبوا تسمعوها بعد الفاصل في وجود الكابتن علاء نبيل. 10 رسائل من فيريرا للاعبي الزمالك بعد تعثر الاهلي اللي بسبب التعثر امام الجونه بالامس اصدر بعض القرارات الفنيه والاداريه. بعد الفاصل مع الكابتن علاء نبيل. لكن قبل الفاصل الى هذا التقرير، بروتوكول تم توقيعه ما بين الرابطه المصريه للمحترفين ورابطه الامارات للمحترفين اللي بقى لها 15 سنه شغاله، تعاون يمتد لاربعه اعوام، الغرض منه تطوير الدوري المصري والاستفادة من خبرات رابطة الأندية الإماراتية والاتفاق والتعاون بين الطرفين. بعد الفاصل هنكمل معاكم مع الكابتن علاء نبيل في الماتش. الحمد لله، زي ما بقول دايما، احنا اول سنة في مصر كرابطة اندية محترفة تم انتخابها من الاندية، شرف ومسؤولية. الكرة المصرية مكانها دايما لازم تكون الاول عربيا وافريقيا، ده اللي مصر تستحقه، الكرة المصرية تستحقه، ده اللي الاندية العريقة تستحقه اللي في مصر. الامارات حقيقة بقالهم 15 سنة شغالين احتراف كامل في رابطة الاندية هناك. المزيج دايما ما بين مصر والامارات قياده سياسيه وحكومات وشعوب حاجه واحده واتجاه واحد وعلاقه تاريخيه. احنا النهارده بنسميها زي ما قلنا في المؤتمر، هو يعني نقدر نقول شراكه، نقدر نقول يعني ان ده نتاج هيطلع هيفيد الناحيتين، هيتطور شكل المسابقات، سيستم المسابقات نفسه، فعاليات ما بين الدوري المصري والدوري الاماراتي وكاس الرابطه المصري وكاس الرابطه الاماراتي. وزي ما كان حاضر النهارده امين عام الورد ليج فورم، وهو المسؤول عن روابط المحترفين في العالم، وكان بيقول لنا يا ريت تضموا روابط ثانيه للاتفاقيه دي، وان شاء الله ده يكون مستقبلا بعد النجاح ان شاء الله. تبادل تعاون، تبادل استفاده من ناحيه الناحيه الفنيه، الناحيه التكنولوجيه، الناحيه التسويقيه، كثير من النواحي. صدقني هي مش قصه فقط نقاط معينه وراح نكتفي فيها، راح نطلع لما هو ابعد عن ذلك بكثير، عن فقط اللي هي عمليه المباريات المشتركه. كره القدم يمكن تترجم احد النواحي اللي موجوده في العلاقه هذه، فاحنا فقط قاعدين نقول احنا سعيدين بالشراكه هذه، وسعيدين ان احنا موجودين في جمهوريه مصر اليوم، ونشكركم ايضا على حسن الاستضافه. هنا موجودين معاكم من داخل النادي الاولمبي، النادي الاكثر حصولا على الميداليات الاولمبيه، 9 من أصل 31 ميداليه حققتها مصر في تاريخها الاولمبي. موجودين معاكم والان مع الملاكم الذهبي صاحب ذهبيه دوره العاب البحر المتوسط يسري رزق. يسري، مليون مبروك، طبعا انجاز كبير الحصول على الميداليه الذهبيه في الجزائر 2022، وايضا من قبلها 2018 الحصول على ايضا ذهبيه، بالتاكيد فخر كبير وجميع المصريين فخورين بيه. الله يبارك في حضرتك. هي دي الذهبيه الثانيه زي ما حضرتك قلت على التوالي، كنت جاب ذهب، كان منتخب الملاكمه كان عامل انجازين في الدوره اللي فاتت، انجاز اللي هو اللي احنا كنا واخدين ترتيب اول بحاصل بثلاث ميداليات ذهب، وده كان انجاز يعني ان منتخب مصر ياخد الترتيب الاول على دول البحر المتوسط، كان الاول من نوعه. وانا كنت واخد الذهب فوق التقيل من 4 في الدوره اللي فاتت، ده برده كان اول حد يجيبها في ميزاني، والحمد لله قررت الانجاز الدوره دي في وهران في الجزائر وجبت ذهب، الحمد لله ربنا وفقنا. والسنه دي برده كان المنتخب الملاكمه عامل ذهب واثنين برونز، منهم واحده في فريق البنات، ودي برده حاجه جديده على المنتخب الملاكمه، لان البنات اول مشاركه لهم في دوره العاب البحر المتوسط. بلعب 65 كيلو،
خدت تاني دورة البحر، لعبت أول ماتش مع مقدوني أول أوروبا. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا اكسبه في اخر ثواني، كان ماتش من اصعب الماتشات اللي انا لعبتها. وهو عنده 28 عام، يعني فرق ما بيني وما بينه يعني 9 سنين. وتاني ماتش كان قبل النهائي كان مع البطل الجزائر، غلب اسباني اول ماتش والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا اتغلب عليه وسط جمهور كبير جدا. جبنا حوالي 9 ميداليات من 15 لاعب، 9 ميداليات. الحاجة التانية الملفتة للنظر ان معظم اللاعبين منتخب مصر ولاعيبة النادي الاولمبي كلهم شباب تحت 20 سنة. عندنا منهم 3 لاعبين ان شاء الله الشهر ده، يعني هم طالعين بعد 10 ايام رايحين معسكر في بولندا وبطولة، وده كله اعداد للدورة الاولمبية. ببارك لشعب اسكندرية، ببارك لاعضاء النادي الاولمبي. احنا كالعادة مستمرين في تشريف مصر في البطولات الأولمبية والعالمية، وإن شاء الله النهاردة في البحر المتوسط عملنا 3 ميداليات. ميدالية ذهبية لروسي يسري رزق في الملاكمة من ضمن 8 ميداليات أحرزتهم مصر. النادي الأولمبي بيفتخر أن يكون مقدم ميدالية لمصر ذهبية. بحضراتكم مرة تانية، عاد إلينا من جديد البرنس، برنس التحليل والتدريب والشياكة والأناقة واللباقة، الكابتن علاء نبيل نجم الكرة المصرية السابق. أهلا بك كابتن علاء. أهلا بك، كل ده وأكتر والله. الله يخليك يعني. وحشني. الله يخليك يعني. أخبار حضرتك إيه؟ ماشي الأمور الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. في كلام كتير قوي بقى في الوقت اللي احنا كنت توحشنا فيه، فمحوشينه كله عشان نتكلم فيه مع بعض عشان نديها. لكن هبدا معاك الاول بكاس مصر النهارده. في مفاجاه تانية من نفس الفريق، منتخب السويس طلع فيوتشر والنهارده بيطلع طلائع الجيش، شايف ازاي ده؟ طبعا من ناحيه مفاجاه يعني طبعا مش متوقع ابدا الفرقه، يعني حتى منتخب السويس في نتائج الدوري الدرجه الثانيه الدرجه الاولى يعني يعني ما كانتش برضو بصعدش لكن عشان يخرج فرقتين كبار زي دول طبعا، بس بيبقى حافز دي السنه الجايه بقى يعني بيبقى حافز دي السنه الجايه ممكن يوصل نهائي، دي هتبقى على حسب بقى قدرته وامكانياته، لكن عشان يطلع فرقين كبار زي دول اعتقد اللي هي برضو بتبقى مؤشر كويس وبنبارك له. انا سمعت المداخله مع كابتن ياسر الكناني بامانه يعني لا عجب لي كلامه، عجبني ان هو راجل فاهم وبيحلل امور فرقته كويس، فبنتمنى لهم التوفيق. ويعني فعلا دي من حاجات مفاجآت الكاس اللي دايما يقول لك الكاس يحلي البطوله صح، فدي من الحاجات الجميله اللي هو مشوارهم صعب الحقيقه. منتخب السويس يعني فيوتشر في طلائع الجيش في سموحه، في لو كسب سموحه هيلاعب اهلي اللي هو مشوار بسيط جدا. ربنا يوفقه. يعني لو حد كان المفروض ينسحب كان يبقى منتخب السويس من الاول يعني. بس خلي بالك بيبقى مؤشر اللي هي بتمشي صح، بيبقى مؤشر كويس يعني. مباراه ثانيه كانت بيراميدز وسيراميك كليوباترا، دايما بتكون مباراه حلوه ما بين الفريقين لما بيلعبوا مع بعض في الدوري. بيراميدز كسب بنتيجه 2-1، اتقدم بهدفين وسجل سيراميكا هدفا في الشوط الثاني، شفت ازاي المباراه؟ اولا يعني من البدايات الحلوه كانت لسيراميكا، يعني كانت بدايه المباراه كانت قويه جدا. واضح جدا اللي هم فاهمين سيستم لعب بيراميدز، كانوا بيضغطوا من قدام وحصل اكتر من خطا كان ممكن يكلف بيراميدز هدف. لكن ما قدروش اللي هم يسجلوا اهداف لغايه لما عدت المرحله دي في الوقت اللي هو بص هنا الكوره دايما كده في الوقت اللي انت تقدر تجيب فيه اهداف وما تجيبش بتبتدي تصعب على نفسك الامور، وده اللي حصل النهارده ان هو في الاول كان خطا من مدافعي يعتبر بيراميدز النقل اللي ورا ده، خلي بالك الكوره دي اهي قدامنا يعني
بص يعني فعلا اكتر من دي كمان دي اكتر واحده كان ممكن يجي فيها بس الشناوي برضو رد فعل ايجابي جدا. فعلى فكره برضو الملاحظ ان بيراميدز في او فرقه بيقول لك بتنقل الكوره تمام، لكن عندهم ديفوهات بنقل الكوره من الخلف في نص الملعب بينقلوا كوره كويسه صح، لكن الحته الدفاعيه عشان يطلع بالكوره زي ما المدرب قايل لهم لا ممكن يلاقي صعوبه، لان الفرقه الثانيه فهمت طبعا الراجل سيستمه، ممكن لو فرقه ثانيه بتعمل بريشر كويس وبتستخلص الكوره ممكن في اي لحظه يجيب جول. لكن طبعا واضح ان كان في توتر من لاعبي سيراميكا على بعض قرارات الحكم خرجهم بره الشعور شويه. لكن كان ممكن بعد الهدف اللي سجله تقريبا فخر الدين بن يوسف هو قدامنا هو على الشاشه دي برضو هاني لازم برضو نرجع ونقول برضو شوف الراجل طالع في وسط ثلاثه بيحطها عادي جدا لا رقابه، دي المشكله الدفاعيه اللي موجوده في فريق سيراميكا ان هو دايما التمركز والرقابه وحشين جدا. يعني عشان المهاجم عنده طول وكل حاجه، لكن ممكن انا برضو باشتراك معاه بمضايقتي ليه اللي هو ممكن ما خلوش يلعب الكره باستريحيه بالمنظر ده صح. لكن طبعا مصعب في الجنب اليمين برضو حته انضمامه او حته اللي هو بيبقى الكره مثلا في الجنب اليمين لابد ان هو برضو يخش، هو راجل واقف عينه على بره وسايب راجل قدامه، طب الراجل اللي بره اللعبه الراجل ده هو المهم بالنسبه لي، لا انا اضغط عليه واطلع كوره او حتى اضايقه في اللي هو ما يحطهاش بالاستريحيه دي. فالرقابه مهمه جدا في دي الاصابه اللي قلقتنا شويه على محمد كوكو دي اصابه صرخ جامد قبل ما يخرج طبعا مستبدلا بعامر عامر. الوقعه تخوف هنا دي تخوف بس طبعًا. الحمد لله هو بخير يعني، هو برضو الحمد لله عرف يفادي نفسه بدل ما جسمه كان ممكن يحصل فيها اصابه ظهر او اي صح. حاجه من الحاجات دي، لكن طبعا انت بتطمنا عليه الحمد لله ان شاء الله يبقى بسلامه. لكن واضح جدا ان الجنب اليمين لنادي سيراميكا هو مش بنفس قوه الجنب الشمال يعني الجنب الشمال بتلاقي احمد محسن بتلاقي محمد ابراهيم بتلاقي في كم بينهم في 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 شغل. الجنب اليمين النهارده مصعب و منساه اعتقد ان هم ما بيعملوش الدور الهجوم القوي وانا دايما ما اعرفش انا يعني انا مش حاطه في دماغي والله بالنسبه لمصعب برضه الحته الدفاعيه بتاعته مش اللي هي يمكن يكون ليه دور هجومي كويس لكن كحته دفاعيه او كقوه دفاعيه بالنسبه لفريق سيراميكا لا في دفوهات جامده جدا في التغطيه وفي الرقابه وفي الهيدرز وفي الحاجات دي كلها. لكن طبعا دي مباراه الكاس بتخلص وكان وارد خلي بالك لما بعد حصل حاله الطرد اللي حصلت البدري كان وارد سيراميكا كليوباترا في الاخر يساعد يعني الكره الفاول الاخير دي ما اعتقدش يعني هو ده دايما اللي بيلعبها تقريبا محمد ابراهيم كان ليه دور كبير فيها انا توقعت ان محمد ابراهيم يخش فيها هو احمد محسن اللي شاطها اعتقد يعني كان ممكن يبقى فيها تركيز اكتر من كده شويه لو ركز فيها شويه كان ممكن صح. تبقى هدف التعادل خصوصا ان هي في الدقيقه 93 يعني انت محتاج ومكانها مكانها حلو صح. يعني مكانها مغري جدا لاي واحد متقن للعبه دي كان ممكن ببطن رجله في جون تصرف حلو قوي من شادي حسين في المراوغه في البنت اللي عامله بجسمه انا من الناس المعجبه جدا باداء هذا اللاعب في كل حلقه اقول لك والله انا لو معايا منتخب مصر لا لا الراجل ده لازم يبقى مفوض راجل باور بيعرف يجيب جون مفيش حاجه استسلام على كوره لا ده راجل في كل كوره وانا عايز مهاجم زي ده يعني انا بشيد بيه كل مره بامانه من احسن المهاجمين الموجودين في مصر شادي وانا بضم صوتي لصوتك انا بستغرب انه حتى يعني اسمه بيتقال من بعيد لبعيد كده على المنتخب لكن عمرك ما تلاقيه حتى مع الفرص اللي بياخدها لاعبين نزعت الجد ما تلاقوش ف يعني اعتقد ان هيكون لكن المره اللي فاتت لما قلت لك يا هاني هو ومحمد ابراهيم صح وقلت لك طب الحمد لله خدوا واحد ممكن يبقى الثاني المره الجايه ان شاء الله لا لا لعيب كويس بس الثاني ده لما يجي المدرب الاول عندنا ايه موضه اقول لك ايه لا اصل على مستوى الدولي مش هو مين على مستوى الدولي في التوقيت الحالي وكله زي بعضه الراجل على مستوى الفرقه اللي معاه بيكسب باور عالي جدا عامل ازعاج لجميع لاعبي خط الظهر الفرقه اللي قدامه راجل عنده سرعات بيعرف يجيب جون انت عايز اكتر من كده صح
انت حكمت منين اللي هو مش داوي وعنده ولا ثقه في نفسه كمان؟ انا بقول يعني انت حكمت منين ده؟ ما احنا شفنا لعيبه مصر كلها الفتره اللي فاتت. طب خد شوف الدنيا تمشي معايا، بندعي له ربنا يكرمه ان شاء الله ويجي له ويدي له فرصته يعني ان شاء الله. دي لقطات على اي حال مستمره، ودي البطاقه الحمراء اللي حصل عليها محمود البدري. الحكم وقف شويه وفضلنا يعني هنا تمام، ادى فاول، ادى فاول، هو طبعا في ايد يعني القرار، بس خلي بالك هو انبالانس، انبالانس ده طبعا شاط غلط فدي في قلشه فحركه الجسم مش موزون يعني فالحكم وقف شويه وهو حسبها فاول، بس زي كان في فاول برضو الشوط الاولاني والحكم ادى ظهره وماشي، بعدين هوب راح راجع قال لك فاول على 15 صح ما يعني صح. واخر فاول اللي لسه بتكلم عليه دلوقتي برضو بعد ما الكره كملت حسب رجع حسب فاول. هو القصه ان هنا لغايه هنا كان القرار عادي وبعديها طلع انذار تاني، فده اللي عمل الجدل ان هو في ساعتها ما طلعش انذار لكن طلع الانذار متاخرا. بس يعني هي بقى هي كله بقى سقف، حتى اللي بره سقف، واحمد سامي سقف واللي في المدرجات سقف معرفش ايه، واحمد جلال كان قاعد بيتفرج جنبي سقف برضو هنا. طب ايه انا مش فاهم معناها يا احمد، قول لنا يا احمد والنبي سقفت ليه؟ كان عيد ميلاد ولا ايه؟ طيب ده كان ملخص المباراه على اي حال اللي انتهت بفوز بيراميدز والتاهل الى الدور المقبل لمواجهه الفائز من ام بي والبنك الاهلي. بيراميدز مع الوقت ومع الدوري ومع فقدان الاهلي نقاط وفوز الزمالك وتعادل الاهلي والزمالك، بنتكلم على صراع اللقب اهلي وزمالك وبننسى احيانا ان بيراميدز بينهما وهو اكيد المستفيد الابرز من اي تعثر لاي منهما. شايف ان بيراميدز حظوظه في قنص اللقب في الدوري السنه دي قائمه؟ على المستوى اللي موجود ممكن يخش في المنافسه. يعني ما يعني وضع طبيعي جدا ان انت شايف ان في تنافس وفي تقارب في النقاط وفي اداء يخليك ليه ما تفكرش في اللي انت تصارع وتنافس على بطولة الدوري. لكن الموضوع ده لو طول يعني ماتشين كمان ثلاثة من الفرق المنافسة ممكن وارد جدا اللي هو يبقى منافس. لكن برضو عندي انا برضو من خلال يعني سنين وخبرة سنين بان برضو بيجي في الاخر بيحكم الظروف دي من هو لجماهير واعلام وعوامل مساعده خارجيه برضو بتخلي قطبي الكره المصريه هم في المنافسه. حد ثالث بيخش معاهم ده وضع طبيعي اللي فيه واحد ثالث بيخش معاهم، لكن عشان يوصل للنهايه اعتقد اللي بقى صعب. يبقى حقا مشروعا بالنسبه لهم طبعا، واعتقد انه عدم استسلامهم كمان بيزود من حلاوه المسابقه بكل تاكيد. طيب نبقى مع الدوري بقى لكن على مستوى الاهلي والزمالك. امبارح الاهلي اتعادل مع الجونه بدون اهداف بعد اقل من اسبوع من الخساره من سموحه بثلاث اهداف لهدفين. فالنهارده هستعرض القرارات اللي حصلت واحب اسمع بقى رايك في الشكل ككل. اللي حصل النهارده في الاهلي مبدئيا كده انه تم تجميد مستحقات اللاعبين، وما اكتشفناه انه ده استمرار لتجميد مستحقات اللاعبين. يعني من وقت مباراه سموحه جمدت، كان بعد ماتش بتروجيت المفروض هياخدوها، فجمدت تاني بعد التعادل مع الجونه. ده غير غضب من سواريش من اداء بعض اللاعبين. فتعالوا نستعرض المشهد داخل الاهلي حتى على مستوى عوده المصابين. مبدئيا كده سواريش منح لاعبي راحه النهارده من التدريبات بعد التعادل مع الجونه، ويستأنف التدريبات غدا لمواجهه فيوتشر طبعا يوم الثلاثاء. اداره النادي قررت عن طريق مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ تجميد اي مستحقات للاعبين كان من المقرر صرفوها في التوقيت الحالي، سواء مكافآت سابقة أو رواتب لحين تحسن النتائج في الفترة المقبلة. المدير الفني غاضب بشدة من خسارة نقطتين في الصراع على لقب الدوري الممتاز، وهناك عدد من السلبيات سواريش وضع يده عليها من أجل العمل على علاجها، في مقدمتها ظاهرة إهدار الفرص لكل لاعبي الهجوم تقريبا، وفي مقدمتهم المهاجم الأساسي محمد شريف. سواريش بينوي بعد استئناف التدريبات التركيز مع لاعبيه على التدريبات التخصصيه مع مهاجم الفريق لعلاج اهدار الفرص، فيما يعود محمد عبد المنعم للتشكيل الاساسي بعد انتهاء ايقافه في لقاء الجونه. وفرص لحاق ياسر ابراهيم بمواجهه فيوتشر زادت بعدما حصل على راحه في لقاء الجونه بسبب الشكوى من الام بسيطه في العضله الاماميه. اما احمد عبد القادر ففرص اللحاق بلقاء فيوتشر تقلصت، والاقرب ان يتم تجهيزه للقاء بيراميدز او الزمالك بعد بيراميدز في الدوري، الزمالك في نهائي كأس مصر.
الأهلي حاليا يبحث عن تسويق عدد من اللاعبين وعلى رأسهم ميكيسوني بعد اقتراب رحيله عن الفريق، بجانب الانتهاء من تفاصيل صفقة المغربي بدر بنون، أما حتى الآن فلم يتحدد موقف بيرسي تاو. كابتن علاء، شفت إزاي تعادل الأهلي مع الجونة بعد التعثر أمام سموحة بالخسارة ثم قرار بتجميد المستحقات بسبب النتائج؟ أبتدي بالحتة الثانية اللي هو تجميد المستحقات. أي في أندية يروح مجمد المستحقات والمكافآت على اللاعبين، ومع أول مباراة فوز تلاقي الدنيا بقت حلوة واصرف لا لا لا. النادي اللي بيدور على بطولة لابد من تحسين النتائج دي لا يقل عن 4-5 ماتشات متتالية. لكن مش مع أول فوز يقولك أفرج على المستحقات. النادي الأهلي بيختلف، نادي الزمالك بيختلف، الأندية الكبيرة دي بتختلف، لأن في جماهير وفي رأي عام. لابد من أن كل إدارة بتبحث عن أن هي بتاع الهدف الأولي إرضاء جماهيرها. الجماهير، في جماهير بتتعب من النتائج وفي جماهير بتحزن، فأعتقد أن النادي الأهلي لما عمل كده فعلا لقى الدنيا مش حلوة. يعني محدش فيك يا مصر حتى محب النادي الأهلي الشداد جدا الآن هو في إيه، هو النادي الأهلي فين؟ النادي الأهلي النهاردة أي فرقة ممكن تنزل تهجم عليك وتجيب جون في إضاعة أهداف، وارد جدا أنت تضيع أهداف، لكن في الوقت مثلا أنت كنت بتجيب أهداف في أوقات قاتلة، بتجيب أهداف من نص فرصة. هو ده النادي الأهلي. يعني هو ده النادي الأهلي. فين النادي الأهلي بقى الفترة اللي فاتت؟ مفيش. وبعدين النهاردة يعني فلان جاهز عشان يلعب، فلان جاهز عشان يلعب، اللعيبة كلها بتاعت النادي الأهلي خارج الخدمة. لعيبة النادي الأهلي كلها، مفيش حد النهاردة تقدر تقول لو مثلا لعب النهارده ممكن يفرق مع النادي، كل واحد. فعشان كده النتائج مش راضيه او غير مرضيه لجماهيره. ناس تقول لك موسيماني هو السبب. كنت لسه هقول لك، يلوم البعض موسيماني ان هو سبب مستوى الاهلي بنتائجه الحاليه. هو موسيماني هو مسؤول برضو عن نتائج منتخب مصر؟ ما كله بيصب، ما هي اصلها حلقه هاني. ما هو مستوى النادي الاهلي ومستوى الانديه بتاعت مصر كلها ومستوى هو ده الراجل هياخد منين؟ ما هو ده مستوى اللعيبه اللي موجود. احنا عاملين كل برضو عاملين ندور حوالين المدير الفني، المدير الفني، المدير الفني. طب هي اللعيبه فين؟ بس المدير الفني بيكون ليه دور دايما يا هاني الحالي على الاقل. يعني بتكلم على موسيماني في فترته ما يلمش مثلا. جميع المدربين الجدد اللي مسكوا النادي الاهلي بدايتهم كانت غير طبيعيه، كانت قويه جدا. لان اللعيبه عايزه تثبت. طب سواريش ما هو لسه جديد، فين المستوى؟ ما هي دي بقى المشكله، يبقى في حاجه غلط. وصلت؟ مفهوم. يعني انا بقول لك ايه، يعني مثلا كل الاسارتي مش عارف فيرا على مين تاني اللي هو اللي مسك النادي الاهلي، فايلر كان حلو وفايلر سوري فايلر المستوى تراجع شويه في اواخر. لا بس انا بتكلم على البدايات. ايوه البدايات دايما قويه، البدايات دايما قويه. صح. عشان كده النادي الاهلي لما غير موسيماني، لان التوقيت كان مهم جدا اللي هو يغير المدير الفني بجهاز جديد عشان خاطر يلاقي الحته دي. طب انت النهارده في خلال مباراتين ما انتش لاقي حاجه جديده. يا جماعه انتوا لعيبه فين؟ يعني انتوا يا لعيبه فين؟ يعني فين؟ ما كان نفس الكلام. هل الارهاق نفس الكلام قلناه مع المنتخب سبب؟ هل الارهاق سبب؟ طب ما في لعيبه كانت قاعده ولا بتلعب في منتخب وكانت موجوده، ارهاق في ايه؟ بس ماتشات كتيره قوي للاهلي. لكن انا عجبني قوي طرح احمد حسام ميدو لاسباب تعثر الاهلي. قال ان الاهلي هو سماها الترزي اللي بيفصل الاهلي يلعب امتى، ده من النادي الاهلي ان هو لما بيطلب لا اجل الماتش ده، مش عايز العب الماتش ده دلوقتي، انا عندي ماتشات افريقيه ما تحطليش ماتشات بينها. هو ده سبب ان الاهلي دلوقتي بيفقد النقاط في الدوري. قال الاهلي لو كان لعب عادي ما بين الافريقي والافريقي ماتش كان هيكسب الماتش ده، كان زمانه راكب الدوري من زمان. لكن تاجيل الماتشات للمرحله الاخيره دي علشان تكون خلصت من افريقيا ضيع عليك افريقيا وبيضيع عليك الدوري دلوقتي. هل تتفق مع الطرح ده؟ انا عجبني طريقه التناول. بس يا خلي بالك كلمه ترز دي يعني ان هي تفصيل. لا هو بيتكلم على تفصيل الاهلي بيعمل اللي هو عايزه. لا هو برضو ال 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 المسمى مش يعني برضو ممكن يحصل لك مشكله. تمام. يعني انت عايز توصل النادي الاهلي بيعمل اللي هو عايزه، بياجل اللي هو عايزه وبيلعب اللي هو عايزه.
تمام، لكن هو النادي الاهلي كان، لكن ده كان تصرفات كان في ضغط الرابطه، لا كان في ضغط، كان في ضغط مباريات. ما الكلام ده بقى بيمس بقى ايه الرابطه، بيمس الاتحاد وبيمس تمام. لكن انت حقيقة كان في تنافسات شديدة قوية داخل فيها النادي الاهلي، فكان يعني من حقه اللي هو مثلا بيشوف ان الانسب ليه ان هو يأجل، الانسب ليه اللي هو يعني، لان برضو كان في مسابقة كبير. بس لما اجل اهو النهارده بيتعثر. النهارده اسألك سؤال، هو النهارده النادي الاهلي لو ربنا اكرمه ووفقه كان وخد بطولة افريقيا النهارده، كان هيبقى بنفس التوتر اللي هو فيه دلوقتي؟ لا فهو دلوقتي هو في حاجه مسبقه ياخدها، اقول لك انا اخد بطوله افريقيا تهدي الدنيا تمام. فاعتقد ان يعني المصطلح نفسه ممكن يصير مشكله. لكن حقيقه هو ما كانش ده الزاويه الرئيسيه في تناوله، وكان بيتكلم على فكره ان الاهلي كان دايما بيبحث عن ان لا ااجل للاخر، فلو كان لعب بشكل طبيعي مضغوط في وسط الموسم كان الوضع هيبقى افضل من التوتر اللي فيه الاهلي دلوقتي. اوروبا خلصت الدوري في شهر 5 يعني بتشارك في 4 بطولات، اوروبا بشارك في 5 بطولات والدوري خلص في شهر 5، انت لسه النهارده بتلعب الكاس اللي هو ورابطه يعني، معلش مع احترام يعني، يعني خلاص كاس الرابطه انت عملته لغرض معين وبتاع، خلص ماتشات الدوري عشان نبتدي بقى، هنفضل متاخرين بهذا الكلام لغايه لما ما اعرفش ايه اللي هيحصل بقى بصراحه. لكن هو النادي الاهلي واضح جدا ان هو فاقد الانسجام، اللعيبه فاقده الانسجام، عمرو السوليه برضو ما زال يعاني من فتره الاصابه وهتاخد معاه وقت، واضح جدا في لعيبه بترجع الملعب بسرعه وفي لعيبه بتاخد وقت، عمرو السوليه واضح اللي هو بياخد واخد وقت. حتى إلي ديانج مش هو، حمدي فتحي مش هو، اخطاء دفاعيه غير طبيعيه يعني بانت جدا في ماتش سموحه، انفرادات من الجنب ومن العمق وحاجه يعني عمر ما النادي الاهلي كان بالمرضى، حتى علي معلول اللي هو النهارده بيترقص، بس في حاجه مش مظبوطه. هو النادي الاهلي لابد من خلال خبرات ولاده والدنيا كلها لازم يعرف هو في ايه جوه. هل كونت انطباعات عن سواريش؟ لا طبعا، الظروف طبعا، وخلي بالك بدايته متعبه شويه. يعني كان ممكن النتائج والاداء يساعدوه، لكن هو دلوقتي محطوط تحت بريشر جامد جدا. صح، محطوط تحت ضغط جامد جدا. هل اذا فقد الاهلي اي بطوله من الثلاثه اللي بيلعبهم حتى نهايه الموسم اللي هيخلص بعد شهر ونص تقريبا، الراجل ده هيلام؟ الراجل ده هيبقى في خطر؟ اعتقد الوضع اللي هو فيه ممكن يبقى في خطر. هو مغير ليه؟ اعتقد ان النادي الاهلي هتحصل فيه ثوره تغيير في اللاعبين، وبقول على نبيل طبعا هيحصل ثوره. كم صفقه؟ مش اقل من 6-7 صفقات. كم لاعب هيمشي؟ قدهم من القوام الاساسي الحالي، من القوام الاساسي واللي بره كله. في لعيبه واضح جدا اللي هي بعيده. في لعيبه بدون ذكر اسماء، في لعيبه ما تذكر اسماء ولا في لعيبه واضح اللي هي ما ادتش، وفي لعيبه خلاص يعني جمهور الاهلي اصلا يعني عايز المكسب. يعني جمهور الاهلي عايز مكسب، القماشه اللي موجوده هاني مش هي اللي هترضي جماهير النادي الاهلي او طموحات النادي الاهلي. تمام، ده فيما يخص الاهلي. ماذا عن الزمالك؟ في كم قصه كده قبل ما نشوف كيف يتفاعل الزمالك مع فقدان الاهلي 5 نقاط من اصل 6 في اخر مواجهتين. رقم 1، الزمالك النهارده اكد ما انفرد به الماتش بالامس وعن قصه رزاق سيسي. قال من خلال تصريح رسمي على الموقع الرسمي للزمالك على لسان امير مرتضى منصور المشرف على فريق الكره في الزمالك، ان رزاق سيسي متغيب عن تدريبات الفريق الابيض وان مش عارفين فين مكانه وانه سيتم تطبيق اللائحه عليه. ما علمناه بعدها، احنا كنا قلنا ان الزمالك عنده كمان عقد وبيفكر يوثقه لتامين وجود اللاعب اللي ممكن يكون هرب. يعني هو طبعا في نظر اللاعب انا ما هربتش، انا عقدي خلص بنهايه الموسم 30/6 فمشيت، ده موقف اللاعب. ما علمنا ان اللاعب مش في مصر بالفعل، وانه بل في بلده بحسب ما اكد وكيله، وبالتالي هتوصل لفين؟ لا اعتقد ان اللاعب سيكون موجودا على الاقل فيما توقع من هذا الموسم. في جانب اخر، فيريرا اتكلم مع الونش، قال له لحد ما محمود علاء بيدخل اهو تدريجيا في الحسابات، انا بديك مهام قياده الدفاع انك تبقى طول الوقت بتدي تعليمات لزمايلك من الشباب اللي حواليك، وانت دورك مهم جدا مش بس على نفسك، على اللي حواليك كمان، باعتبار ان الونش بيقود جبهه خط دفاعي في
عدد كبير من الشباب سواء على الطرف، يعني لو بنتكلم على سيد عبد الله او الاثنين قلبين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد طارق اللي بيتجاورا معاه. ماذا عن فيريرا؟ ما هي اهم رسائله للاعبي الزمالك بعد تعثرات الاهلي؟ نستعرضها مع حضراتكم على الشاشه. فيريرا المدير الفني للفريق الابيض شدد في خلال حديثه مع اللاعبين على ضروره التركيز الشديد ومواصله العمل بكل جديه كما هو معتاد منهم من اجل مواصله الانتصارات. طلب اللاعبين بالابتعاد عن وسائل الاعلام باي شكل وعدم الانشغال بكل ما يقال او يتردد، ونصحهم بعدم التفكير من الان في مباراه نهائي الكاس امام الاهلي والتفكير حاليا في مباراه المقاولون العرب في الدوري. اكد لهم على انه حتى الان لم يقدم للاداره تقريرا بالراحلين عن الفريق، وكل ما يتردد ما هو الا اجتهادات. نصحهم بعدم الالتفات الى وكلاء اللاعبين وما يرغب في الرحيل عليه اعلان ذلك. قال لهم ان الاداره وامير مرتضى ينفذون كل طلباتكم ومعنا باستمرار، وبالتالي عليكم تقدير ذلك واللعب بقتال. اللاعبون يشاركون في المباريات على حسب الفريق المنافس وحسب الخطه، وهو مدرب لا يعرف المجامله، ده اللي قالها لهم، وقال لهم ان المرحله المقبله صعبه للغايه ولن يسمح باي تهاون او تكاسل، وطلبهم بالدخول في تحدي مع انفسهم من اجل الفوز في كل المباريات. اثق فيكم جميعا، وإذا واصلنا العمل بنفس الطريقة التي لعبنا بها الفترة الأخيرة سنحقق الأهداف المطلوبة في نهاية الموسم. قال إن الفترة الماضية شهدت غيابات عديدة، وكان من الطبيعي أن يحصل عدد كبير من اللاعبين على الفرصة خاصة الشباب، وأكد أن الجميع سيحصل على الفرصة والزمالك أكبر وأهم من أي لاعب، ولن نتأثر بالغيابات مهما كانت. بين قوسين بقى طارق حامد بن شرقي أي مكان، والناشئين لهم دور كبير في الفترة المقبلة. شايف إزاي مشوار الزمالك حالياً تحت قيادة فيريرا كابتن علي؟ انا بحييه على كل نقطة بيقولها، حاجة جميلة جدا صراحة. يعني ده انفراد من خلال برنامج الماتش الزميل محمود فؤاد عرف ما دار في نقاشات فيريرا مع لاعبي ده بجد. نقط مهمة جدا جدا. واضح جدا ان هو الكلام ده بيؤدي في الآخر إلى مكسب. إلى حاجة كويسة، إلى إنجاز. لما يجي يقول لك ابعد عن وسائل الاعلام، من اهم الوسائل او من اهم النقط اللي قالها اللي هو ابعد عن وسائل الاعلام. واقوى نقطه قالها يعني ممكن تعدي ما بين السطور كده، ان ما فيش حد في مجلس اداره الزمالك او هو حدد مين اللي ماشي ومين اللي قاعد. لان دي مرحله خطيره جدا ممكن تهدي اي فرقه. ده هم هيستغنوا عني، ده هم هيجيبوا مش عارف مين، صح. ده هو دي زوابعه جوه. انا اعتقد ان تصريحاته كلها او كل اللي قاله للعيبه دي انا بحييه عليه بصراحه. وبعدين ادى امل للناشئين كلهم اللي هم يلعبوا في التوقيت اللي احنا كلنا بنطالب بيه، ان احنا لازم نغير دم الـ 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 او الجلد بتاع الـ الـ الفرق. ايوه لازم بقى الشباب يخش، وهو سبق، صح. هو النادي الوحيد اللي سبق في هذا الكلام، ان هو يلعب الولاد الصغير، وقال لك الناشئين ليهم دور كبير الفتره اللي جايه، بل وقاموا بدور مؤثر جدا يعني على مستوى نتائج الزمالك الاخيره. انا بصراحه يعني انا بقرا معاك الحاجات دي بجد. يعني انا سعيد جدا اللي هو واحد بالخبره دي بيوصل الرسائل دي. واللعيبه دي فعلا لو عايزه تعمل حاجه ناديها يفكروا في كل نقطه وينفذوها. كلام محترم جدا. مرتضى منصور رئيس الزمالك قال لبرنامج الماتش انه بعد عيد الاضحى ينتظر قرارات بإيقاف كهرباء بعد كمان سداد المستحقات والغرامات المقررة على اللاعب. ده بحسب ما قال إنه بعد عيد الأضحى ينتظر هذا. نظرة وإحنا بنختم على جدول الترتيب كابتن علاء اللي قدام حضرتك وهيكون على الشاشة وإحنا بنختم خلاص الحلقة، أحب أعرف رأيك في شكل المسابقة حاليا. طبعا 23 ب51 بونت الزمالك، بيراميدز 23 برضه ب49، الاهلي 21 45. ناس يقول لك ايه، طب ما احنا لسه نستنى ماتشين، اذا كسبهم الاهلي يتساوى مع الزمالك، يتساوى مع الزمالك، لكن الاهلي مواجهات مباشره افضل. وبالنسبه للاهداف كمان تمام. فيوتشر يعني في 23 برضو لكن 39. سموحه 23 ب39 بونت، طلع الجيش 23 مباراه ب36 بونت، بنك الاهلي 26 ب31 بونت، فاركو 23 مباراه ب30 بونت. طبعا خلي بالك اللي وصل 34 بونت ده خلاص بالنسبه له الموضوع مظبوط، متواجد في الدوري الممتاز السنه الجايه. كل من هو تحت ال 25 24 هو ده اللي بيبقى فيه مشكله. تمام. الاتحاد السكندري 23 ب28 بونت، المحله 23 ب26 بونت، المصري بورسعيدي 21 ب26 بونت، وان كان تحسن المصري ب26 بونت. تمام. سيراميكا 23 بونت ب26 بونت،
ستوب هنا. شفت بقى انا قلت لك ايه تحت 25 من هنا بقى الخطر. الخطر بقى الجونه 23 ب 22 بونت، الاسماعيلي 22 مباراه ب 20، مويل العرب برضو زي نفس ال 22 ب 20، ايستر كومبي 23 ب 16، مصر الخاصه 23 ب 14 بونت. مهمه صعبه للكابتن طلعت يوسف مع الجونه. مهمه صعبه جدا، بالرغم من ان انا يعني بحيي كابتن تامر مصطفى امبارح وبحيي اللعيبه اللي هي هو ده بقى الفرق، اللعيبه قرت او عرفت ان في الجهاز هتغير. فامبارح لعبوا ده ماتش تكريم للكابتن تامر مصطفى. مع انه قال لهم انتوا ما قدمتوش احسن اداء فني، لكن الروح والانضباط كان جيدا. هي دي هي دي اللي بقول لك عليها دي بقى. بس كابتن علاء كنت وحشني اولا، ثانيا ان شاء الله عيد سعيد عليك وعلى كل اسرتك واهلك وحبايبك والمسلمين جميعا يا رب، واتبسطت ان انا قابلت حضرتك تاني. الله يخليك، يعني كل سنه وانت طيب ونشوفك بعد العيد ان شاء الله يا رب. ربنا يتقبل منا جميعا، وكل سنه ومصر بخير وكلنا بخير يا رب، ودايما في صحه وامان وسعاده. تحيات كل فريق العمل اللي بشكرهم شكرا جزيلا على كل شغلهم طوال الفتره الحاليه والماضيه، وإن شاء الله ما بعد عيد الأضحى المبارك كل سنة وأنتم طيبين لقاؤنا المقبل. فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.